صباح الرزق والخير على حضراتكم. بداية الأسبوع وفقرات أكيد كتيرة وجديدة وضيوف كمان طبعا مختلفين وملفات أكيد تهم حضراتكم كلها خاصة بالرياضة، ومش بس الرياضة المحلية، لا كمان رياضة على مختلف الأصعدة كمان عالميا. صباح الفل يا كريم. صباح الفل عليكي، صباح الفل على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان، وأهلا بيكم جميعا في بداية حلقة النهاردة، حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. كالعادة الساعة الثانية هيكون عندنا فيها فقرتين حواريتين. الفقرة الأولى هنتكلم من خلالها عن رياضة البادل اللي بشكل لافت للأنظار كلنا واخدين بالنا ان هي ابتدت تنتشر بشكل كبير جدا في الفتره الاخيره على الصعيدين، على الصعيد الاحترافي وكمان على مستوى الهواه، انتشرت بشكل كبير وبقينا نشوف لها كمان ملاعب كتيره جدا، فدي حاجه اكيد تسعدنا كلنا. الفقره الثانيه هيكون فيها بقى حديث مطول عن النادي الاهلي والساحه الكرويه بشكل عام مع ضيفنا العزيز اللي هينورنا الناقد الرياضي احمد غني. عندنا ماتشات مهمة وعندنا كلام كتير طبعا يهم حضراتكم، بس قبل ما نبدأ خليني برضو أقول في البداية كل سنة وأنت طيب. كنت طيب ربنا يخليك. عيد ميلادك كان طبعا يوم 22 مع بداية فصل الخريف. أيوة. إن شاء الله تبقى سنة ناجحة. ودايما بحب في يعني بحس دايما كل واحد يوم عيد ميلاده لازم يكون مقرر خطة أو بلان حتى على مدار السنة، إيه اللي أنا عايز أغيره كنت الفترة اللي فاتت وإيه اللي عايز أضيفه لحياتي السنة حتى من عمري اللي جاية. أنا عملت كده يوم عيد ميلادي، انت في اي خطط عاملها للسنه الجايه يعني ولا سايبها كده؟ هقول لك انا بدايه يعني ممكن اقول لك بس معلومه تديك انطباع عن يوم عيد ميلادي كان عامل ازاي. انا قضيته على الطريق الدائري والله العظيم بكلم بجد، من والى التجمع ومدينه الانتاج عشان كان عندي تصوير، واليوم ده كان عندي تصوير اربع حلقات كمان، فمش قادر اقول لك. لا انا من الناس اللي ما بتعرفش تخطط اصلا، يعني انا عندي ودي مشكله كبيره، انا من الناس العشوائيه جدا جدا جدا، ممكن تسميها عشوائيه ممكن تسميها قدريه، بس هي انا حاسسها اكتر عشوائيه يعني فاهم ازاي، وبدفع ثمن ده غالي على فكره، ومش عارف اغير الطبع ده فيا طالما سالتيني. في ناس على فكره كده كتير، وفي ناس تعمل شورت تيرم بلان وفي ناس تعمل لونج تيرم بلان، بس المهم الواحد يبقى عايش يعني عنده هدف، لان انت لو عشت سايبها كده دي حاجه كويسه. صحيح. يعني اوقات بس لازم يبقى عندك هدف حاطط عينك عليه، انا في خلال فتره معينه عايز اوصل لكذا، خلال فتره معينه عايز احقق كذا، ده مهم جدا ان احنا نعمله مهما كان السن على فكره. انا العمر يعني جري بيا وما لحقتش يعني ما خدتش بالي. شوف انت لو قابلتني زمان بقى كنت خدت نصيحتي. اه والله العظيم يا ريت فعلا. لا ان شاء الله تبقى سنه حلوه عليك يا كريم، لانك تستاهل بصراحه يعني. مشاهدينا كمان يا رب ان شاء الله. بقالنا ثلاث سنين مع بعض شغالين. ايوه صحيح. خلينا نبدا بقى مع حضراتكم دلوقتي ونتكلم في الحدث اكيد المهم بالنسبه طبعا جماهير النادي الاهلي، وبنتكلم في مواجهه مهمه، مواجهه طبعا فريقنا امام سان جورج الاثيوبي في اول بقى مباريات الفريق. هنا بنتكلم مسابقه دوري ابطال افريقيا دور ال 32. مباراه الذهاب هتكون مهمه وهتكون تحدي مختلف كمان، وبطوله انت بتتكلم لسه بتبتديها، فعايزين ضربه بدايه كمان ان شاء الله تكون موفقه. هتكون الساعه 7 على استاد القاهره، وطبعا لو انا هتكلم كده عن اللي فات عشان ابني على اللي فات او اقول يعني ان هي تبقى بدايه ليها علاقه شويه بالماتش اللي فات، احنا كده لا نتاثر بما مضى، يعني سواء ماتش كسبناه بطوله كسبناها او خسرناها حتى ما بنتاثرش. لكن لو هنيجي نتكلم شويه على المستوى، انا بصراحه هربط شويه كريم ما بين المستوى الاخير في مباراه المصري واللي يعني تقول بقى اتلجت الصدور، تقول اسعدت الناس، تقول عادت الثقه مره ثانيه، تقول ادت امل، تقول حاجات كتيره زي ما انت عايز، بس هي كان ليها نتيجه ايجابيه جدا على اللعيبه وعلى كمان الجماهير بنسبه اكبر. طبعا لعيبه النادي الاهلي تفوقوا على نفسهم في المباراه دي، قلنا الكلام ده، وظهروا بشكل مميز جدا على مدار الشوطين، فشفنا تالق كمان من الصفقات بتاعتك الجديده، تحديدا لو هتكلم عن امام عاشور وهتكلم عن رضا سليم وهتكلم عن بيرس تاو كمان، شفنا تالق الاساسيين وشفنا تالق البدلاء، يعني قدروا كلهم يلعبوا زي ما بتقال نغمه واحده، او يبقى تيم فعلا واحد، مش حاسس مين موجود ومين مش موجود، مين جديد مين صفقه لسه جايه لنا، مين صفقه بقى لها 20 سنه حتى، ما فيش الكلام ده خالص، كلهم يعني ظهروا اعتقد بصوره اكثر من رائعه. انت لعبت بروح بطل موجود فعلا، واحنا قلنا الكلام ده بعد خساره طبعا البطوله يعني الحمد لله على كل شيء، بس الاخيره قلنا دي هتكون زي اليرت كده، او هتبقى زي حاجه تخليك تركز في اللي جاي، تفوقك شويه من اللي جاي، كان عندك ثقه زايده، كان عندك يعني ايمان ان انت مستواك الفني كان افضل، مش مهم برضو ايه السبب، بس في حاجات كده بتيجي عشان تفوق البني ادم، اوقات ما بتبقاش حاجه وحشه، فانا شايفه ان دي مهما حتى كانت
الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، البطوله راحت مننا بس بنينا عليها وهنبني ان شاء الله كمان. فمهم جدا ان انت كمان تبدا الموسم بفوز كبير ان شاء الله زي اللي جاي ده. فنتمنى التوفيق ونتمنى التركيز والاداء الجيد، ويكون من بدايه المباراه يا كريم، لان في بعض الاحيان وبعض المباريات الواحد ما بيبقاش فاهم يعني احنا ليه بنستنى للشوط الثاني، وليه بنستنى للدقائق الاخيره، وليه دايما اعصابنا ممكن تكون عارف كده يعني بنتعب على مدار المباراه يعني الوقت الاساسي كمان. فاتمنى يكون في اداء افضل، واتمنى يكون في اداء كمان يخلينا نفوز بشكل كريم في نوع من السهوله والسلاسه، لان احنا لسه بنتكلم في دي ضربه البدايه طبعاً. يعني لسه بدري جدا، عندك حاجات اكبر طبعاً. واصعب ومشوار طويل جدا. كل التوفيق باذن الله لكل ان شاء الله اللعيبه بتاعتنا. الحقيقه يعني على ذكر ضربه البدايه، فضربه البدايه المحليه كانت ولا احلى ولا اروع، كلنا سعدنا جدا بمتابعتنا الماتش الاهلي والمصري النهارده. طبعا ضربه البدايه الافريقيه اللي اكيد بتهم كل جمهورنا في كل مكان، وما ننساش ان احنا اصحاب الرقم القياسي في الفوز بدوري ابطال افريقيا، واننا حاملين لقب البطوله في اخر نسخه بعد ما طبعا عملنا واحده من اجمل ومن اغلى بطولات النادي الاهلي عبر تاريخه. اكيد حضراتكم فاكرين لما توجنا يعني بهذا اللقب في مباراه الوداد المغربي في النهائي وفزنا باللقب من قلب كازابلانكا. احنا محتاجين النهارده ان احنا نعبر بقوه عن نفسنا في هذه ضربه البدايه الافريقيه، وناخد الموضوع زي ما بنعمل دايما خطوه خطوه زي ما تعودنا في بطولات افريقيا بصفه خاصه. احنا الحمد لله رب العالمين بقالنا 4 سنين على التوالي موجودين في مباراه النهائي في هذه البطوله. في 2020 توجنا باللقب، و 2021 توجنا باللقب، 2022 خسرنا اللقب ولكن رجعنا تاني فزنا بيه في 2023. واكيد بنتمنى كل التوفيق للعيبه النادي الاهلي وللجهاز الفني بقياده مستر كولر، اللي احنا مستنيين منه ومنهم شغل كبير ابتداء من ماتش النهارده ان شاء الله. انا بس عايزه اتاكد من حاجه يا كريم، انا كنت سامعه ان الماتش مش هيبقى 7 هيبقى 8. في الاول كانوا قالوا ان هو 7، اعتقد الماتش 8 مش 7. انا بس عايزه الاعداد ياكد لنا المعلومه دي، لان انا اعتقد الاول كان الكلام انه 7 بس الماتش الساعه 8. على كل حال تعالوا كده نرجع شويه برضو بتاريخ مواجهات الاهلي مع الفرق الاثيوبيه في العموم. المباريات بدات بالاهلي مع الفرق الاثيوبيه في عام 91، بعد كده عندك بعد 7 اعوام ودع الاهلي وقتها كان البطوله عام 98 لما اتعادل مع او تعادل كان مع فريق في اثيوبيا تحديدا، لان وقتها بقى انا فاكره السنة دي تحديدا كان عندنا أزمة كريم، ليه؟ كان في تعارض بين المباراة دي مع بطولة النخبة العربية وقتها، الأهلي لعب وقتها كمان بالبدلاء كان أيوة. من قرار المدرب الألماني بتاعنا، وتعادل 2-2 في القاهرة، وفازت بقى المجموعة الأساسية بتاعتنا في نفس الوقت ببطولة النخبة ضد الشباب كان وقتها السعودي وفازوا بهدفين. فده برضو تاريخ شوية لن ينسى يعني، وكان في زي تعارض برضو. شوف بس أنت بتتكلم من سنة كام برضو في المواعيد، لكن طبعا دي برضو كده او ده تاريخ لن ينسى يعني مع الفرق الاثيوبيه. معنى الجزء الاخير من كلامك ان حتى الاهلي يوم ما عطل في ماتش من الماتشات كان بياخد بطوله ثانيه في نفس الوقت. الحقيقه نقدر نقول ان هو فعلا قدر النادي الاهلي انه فعلا بيلعب في اي بطوله على لقب البطوله مش على المركز الثاني. تعالوا نكمل برضو كلامنا ونستعرض مع حضراتكم تاريخ النادي الاهلي مع الفرق الاثيوبيه. الاهلي في اخر مواجهتين اقصى فريق البن الاثيوبي من الدور الاول، الكلام ده كان سنه 2012، وقتها اتعادلنا تعادل سلبي في اثيوبيا وفزنا في القاهره بثلاثيه دون رد. واقصى بعدها فريق جمع الاثيوبي سنه 2019 بالفوز في القاهره بهدفين دون رد والخساره في اثيوبيا بهدف نظيف. يعني بشكل عام في تفوق كبير للنادي الاهلي على الفرق الاثيوبيه في المجمل، وباذن الله يزيد هذا الفارق ويزيد هذا التفوق في مباراه النهارده ان شاء الله. طبعا مارسيل كولر مجهز قوته الهجوميه لضربه البدايه، واحنا قاعدين مستنيين ومترقبين ومتعشمين نشوف ما يسرنا ان شاء الله في ماتش النهارده. ان شاء الله كل يعني التوفيق للفريق. وهنتكلم طبعا في الفقره الحواريه بكل بقى ما يحمله الملف ده من تفاصيل ومن كواليس وغيره. خلينا دلوقتي ننتقل لشباب او لجنه شباب النادي الاهلي بالتعاون مع اللجنه العليا للجان والاداره التنفيذيه. بنحب دايما برضو هنا نعرض لحضراتكم ايه النشاطات اللي بيعملوها تحديدا. هم نظموا يوم كان رياضي نيلي لممارسه الكاياك، واتكلمنا اعتقد اكتر من حلقه على طبعا. الكاياك هنا في 10 الصبح في الاهلي، والتجديف كان بمرسى النادي الاهلي بالجزيره في المرسى هناك. خلينا نروح نتابع التقرير ده ونرجع نكمل. بالجزيره النهارده ابهرونا بفكره اوت اوف ذا بوكس خالص، ان احنا طب ليه كده كله جوه بادل وشطرنج، وما تيجي نروح على المرسى ونعمل دراجون وكاياك للاعضاء. فدي اكتيفيتي جديده علينا في النادي الاهلي، فطبعا احنا مبسوطين ان احنا النهارده بنقدم نوع الاكتيفيتي ده للاعضاء، وبسم الله ما شاء الله الاقبال هايل. يعني التسجيل كان على اللينك
وصلنا لحوالي 200 واحد في ما فيش ظرف يومين. يعني النهارده كانت في فكره من احد اعضاء اللجنه ان احنا نعمل حاجه للكاياك وحاجه اللي احنا نقدر نستخدم المرسى. وموضوع الكاياك بالذات بعد فتره الصيف الناس محتاجه يبقى في اي نوع من انواع الترفيه شويه، فكانت الفكره هنا اللي احنا عرضنا على اللجنه العليا ان احنا نعمل يوم للايفنت للكاياك وللدراجون بوت بس. فكانت من هنا الفكره وابتدينا بقى نشتغل عليها، بقى لنا فتره شغالين عليها من الصيف لغايه ما وصلنا النهارده المنظر اللي انتم شايفينه ده. الاكاديمي اللي معانا هي المسؤوله اللي بتسبلاي الكاياكس والدراجون بوت، هي اول شركه على النيل كله تشتغل الموضوع ده، فاحنا رحنا جبنا اكبر حد بيشتغل الجزء بتاع التجديف والكاياك والرياضات المائيه في النيل عشان نبقى ضامنين السيفتي، نبقى ضامنين هم متاكدين من شغلهم، وطبعا بمراجعه مع الادارات المختلفه عشان نتاكد ان الاعضاء كلهم يبقى اليوم يعدي. احنا برده بنتكلم على ميه، مش بنتكلم على حاجه على الارض، احنا بنتكلم على النيل، فبرده بنبقى مركزين قوي في الحته دي يعني احنا نشتغل عليها. واحنا قلنا الجو كويس دلوقتي، ما بقاش حر زي الاول الحمد لله يعني، فليه ما نعملش حاجه بره، نعمل حاجه جديده يعني مختلفه عن الاعضاء. ممكن يكون منهم جربوها بس جربوها بره النادي، بره اطار النادي، طب احنا نخليهم جوه النادي، ايه المشكله؟ ففكرنا الاول كلنا جمعنا صراحه كلجنه شباب، شفنا ايه الامكانيات اللي متاحه اللي نقدر نعملها، ازاي نقدر ان احنا نشجع الناس انها كلها تنزل، وازاي نقدر ان احنا نضخ كم اعلانات كتير، او ان احنا نعلن ما بيننا بين صحابنا ما بين الاعضاء في النادي في كل مكان ان هم يجوا كلهم يتجمعوا. هو ايفنت طبعا اول مره تنظمه لجنه الشباب في النادي، واول مره نعمل ايفنت الكاياك والدراجون بوت في النادي الاهلي، وكان حلم من احلامي كشخصيا يعني ان انا اوريدي كنت مدربه في الكاياك. وطبعا ده ايفنت ان هو بيشمل كل الاعضاء بجميع الاعمار، ملهوش سن معين، ممكن يكون ماكسن اللي هو ال 12 سنه وفوق اي عمر، مش مضطر ان احنا مقتصد بس عن السيدات او الرجاله بس فقط، لا كل الفئات، اي حد عايز يجي يجرب بجد هيتبسط جدا. ويعني اليوم اصلا مش الحمد لله زي الفل زي ما انتم شايفين، والناس كلها فرحانه، واللي بيطلع من الدراجون بيخش الكاياك. اول حاجه عشان كوميونتي النادي الاهلي طبعا يتحب اصلا من غير حاجه، وعرفت من الفيس من الاهلي كوميونتي، دخلت على اللينك وقدمت برقم العضويه والتليفون والحاجات دي، لان تعاملهم حلو يعني والتعليمات عاديه جدا. كنت خايفه ان انا اقع في الميه بس هم هنا مهتمين جدا وادونا تعليمات ان احنا ازاي نعمل بالكياك، ان احنا نعمل بايدينا يعني يمين وشمال، ولبسونا اللايف جاكيت وادونا تعليمات، وفي الميه برده مهتمين بينا جدا، في مركب بتلف حوالينا ان احنا لو حد مثلا احتاج حاجه بيشدوه بيساعدوه كده. الاخبار والمستجدات بالنسبه للمنتخب الاول، استقر مجلس اداره اتحاد الكوره مؤخرا على توفير طياره خاصه ينتقل من خلالها الفريق او المنتخب الاول ان شاء الله الى دوله الامارات الشقيقه، لانه هيخوض هناك مباريتين وديتين خلال معسكره في مدينه العين، تحديدا في استاد هزاع بن زايد. الاولى هتكون قدام منتخب زامبيا هتتلعب يوم 12 اكتوبر، والماتش الثاني هيكون قدام الجزائر يوم 16 من نفس الشهر. وطبعا الكلام ده بيحصل في اطار برنامج تحضيرات منتخب مصر لخوض تصفيات كاس العالم 2026، وكمان نهائيات بطوله كاس الامم الافريقيه 2024 اللي هتتلعب في كوت ديفوار ابتداء من يوم 13 يناير المقبل. طبعا فيتوريا المدير الفني للمنتخب قرر انه يعني ينطلق المعسكر يوم 9 اكتوبر، وهو حاليا بيعقد جلسات مكثفه مع جهازه المعاون بجانب طبعا حضورهم لكل مباريات الدوري عشان يقدروا كلهم يتابعوا جميع اللاعبين قبل اعلان قائمه مباراتي جيبوتي وسيراليون اللي هيكونوا في شهر نوفمبر اللي جاي ان شاء الله، طبعا في اطار التصفيات الافريقيه المؤهله للمونديال، واكيد طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله. بص بقى هتكلم معاك في موضوع التحكيم، وقلنا لحضراتكم بيريرا يمكن الموسم اللي فات كان بيحضر، الموسم ده هيبتدي الشغل بقى يبان، هيبتدي على الارض نشوف بيريرا هذا الرجل اللي مفروض الثقه مفروض في مش بس في اللجنه، مش بس في القائمين على كره القدم على هذا الملف، لا ده في الجماهير في العموم يا كريم عندهم ثقه ان هذا الرجل يجي يعمل اختلاف في هذا الملف اللي احنا تعبنا منه، خلينا نقول اللي احنا تعبنا منه كجماهير. بيريرا مفروض ان هو اتخذ قرار خاص لحكام تحديدا هنا تقنيه الفيديو الفار طبعا بمنحهم ايه بقى كريم؟ 60 ثانيه يعني دقيقه على الاقل عشان يراجعوا الحالات اللي فيها جدل، وطلب كمان تقييم شهري لجميع الحكام في الدوري الممتاز ودوري القسم الثاني من المراقبين ومن اعضاء اللجنه عشان يقدر ان هو يحدد او يعرف مين افضل الحكام بصفه دوريه
الدورية، وكمان يمنحهم المباريات المهمة ونهايات البطولات المصرية وفقا طبعا للتقييم بتاعهم. ومفروض دي نقطة رائعة طبعا. وحيتم كمان الإعلان عن أفضل الحكام بصورة دورية عشان يحفزهم، فدي برضو حاجة معنوية رائعة جدا. كمان هو حط بيريرا نظام أسبوعي عشان يقيم الحكام في كل كمان جولة عشان يقف على مستوى كل حكم، لأن احنا كنا بنقول قبل كده لو انت فاكر بيبقى فيه أخطاء تحكيمية فجة، يعني ممكن يبقى فيه أخطاء تحكيمية عالميا أو دوليا مقبولة، لكن في بعض الأحيان بتبقى فجة. طيب احنا كنا بنتساءل هل في محاسبة للحكام دول، ولا هي بتبقى مجرد سمعة حكم وخلاص، يقولك لا الحكم ده مش في كل المباريات بيبقى فار، الحكم ده سمعته كويسة مثلا في المباريات الإفريقية، هل الكلام ده بس هو كان المعيار؟ لا، هنا دلوقتي هيبقى فيه يعني زي محاسبة، وهيبقى فيه تقييم للمستوى، وكلف كمان إدارة التطوير والتعليم بتجهيز هنا قاعدة بيانات لجميع الحكام، واعتقد دي برضو نقطة كويسة جدا اللي بيشاركوا في إدارة الدوري الممتاز. وتواصل كمان مع رئيس لجنة الحكام ومدير الكرة والإداريين بالأندية في الدوري الممتاز بأنه هيتم تطبيق الوقت كمان بدل الضايع، بس هنا بقى بالشكل بتاع يعني المونديال الأخير وبقيت كمان البطولات، وصل اللي هو كان فاكر لعشر دقايق تقريبا حاجة زي كده في بعض المباريات. هو الناس اعترضت شوية على المدة دي لأن ده مدة طويلة جدا، بس ده اللي قرره بيريرا. فأعتقد دلوقتي إحنا داخلين على نظام تم وضعه، هل ده بقى هيأتي ثماره أم لا؟ أنا متفائلة جدا، لأن التقييم والتركيز مع الأداء وفكرة كل شوية أنت بتعمل كمان حافز، أعتقد دي كلها أمور مهمة جدا. لكن أنت تسيب الأمور بهذا الشكل كده متروك وما فيش أي محاسبة وما فيش أي تقييمات، بتقلي دي بتأدي لي بعد كده ممكن يبقى فيه لا مبالاة، يبقى فيه أخطاء كتيرة جدا يعني. خلي بالك كمان من حاجة، ممكن تخلي الجماهير ما عندهاش ثقة أصلا في المنظومة التحكيمية. ما هو أنا ما بشوفش حد بيتحاسب، ما أنا ما بشوفش حد أصلا حد بيرجع له في أي قرار حتى اتخذه خطأ بسببه، ممكن يكون نادي، أنا ما بتكلمش على النادي الأهلي بس، نادي خسر بطولة مثلا، أي نادي. فأعتقد دي بداية موفقة جدا. أنا بس أتمنى حاجة واحدة. خير؟ إيه هي؟ يكون في دعم من الناس المحيطة لبيريرا. يعني لازم أنا كمان أهيئ الجو المناسب للعمل. أنا ممكن أكون شخص يا كريم عندي من الخطط وعندي من الإدراك والوعي والرؤية حاجة عظيمة جدا، مستوى رائع، بس البيئة اللي أنا بشتغل فيها بيئة غير مساعدة، بيئة محبطة على سبيل المثال، بيئة فيها انتقادات كبيرة، وشفنا ده الفترة اللي فاتت كتير جدا. بيريرا كان تعرض لانتقادات وإشاعات وطلع رد على الكلام ده قبل كده. فأنا مش عايزة الراجل ده ومش عايزة المسؤول ده يجي يشغل دماغه بالقيل والقال ومين بيقول ان هو مش كويس ومين بيقول هو كويس. خلونا يا جماعه خلاص، العقد موجود والراجل مش هيمشي، خلوه ياخد وقته، خلوه يقدر ان هو يمارس مهام عمله بشكل يعني سليم، وبعد كده يبقى فيه محاسبه. حتى الانتقادات من قبل بعض حتى الجماهير انا اتمنى ما تبقاش من دلوقتي ظاهره، خلونا نديه فرصه. معرفش انت رايك ايه في الموضوع ده. بالترتيب، رقم واحد الجماهير مش مجرد يعني مستاءة من اللي حاصل على صعيد ملف التحكيم، لا، الجماهير ورمه الحقيقه من هذا الملف الفترة الأخيرة، لأن احنا نوعية الأخطاء التحكيمية اللي عندنا غير مسبوقة وملهاش زي في أي مكان في العالم. زي ما نهواند بتقول لحضراتكم الأخطاء التحكيمية بطبيعة الحال، لأن الحكم في النهاية هو بشر، والبشر يعني بيخطئ في بعض الأحيان، وارد جدا وشيء سوي إن البني آدم يخطئ وإن حتى الحكم يخطئ، لكن خطأ عن خطأ في فرق السماء من الأرض بين نوعية الأخطاء اللي احنا بنشوفها في ماتشاتنا من قبل حكامنا بالمقارنة بأي أخطاء تحكيمية على مستوى العالم. فطبعا دي من ضمن الحاجات اللي أتمنى إن هي تختفي الفترة اللي جاية. كويس قوي، كتر خير الدنيا ان في قرارات اتخذت في هذا الاطار، ولو وقفنا نتامل القرارات هنلاقي ان كلها منطقيه جدا. بس هو السؤال، هو القرارات المنطقيه دي ما كانتش موجوده قبل كده؟ يعني احنا السنين اللي فاتت كنا عايشين من غير ما يكون في مراقبه لاداء التحكيم وتصنيف لفئات التحكيم ومحاسبه للمخطئين. انت عمرك سمعت ان كان في اي محاسبه او اي حاجه؟ اقول لك، ما هو حاجه من الاثنين، يا اما القرارات دي ما كانتش موجوده قبل كده ودي مصيبه، يا اما كانت موجوده قبل كده وملهاش رد فعل، انت فاهم ازاي، ودي مصيبه ثانيه. فبطبيعه الحال احنا خلاص جبنا اخرنا في ملف التحكيم. نتمنى ان الموضوع يختلف الفتره اللي جايه، لان بالمناسبه من مصلحه المحكمين او الحكام نفسهم ان ما تبقاش دي السمعه او الانطباع العام اللي متاخد ده، ان احنا عايزين قبل ما ننتقل للرفيق الاعلى نشوف حكام مصريين بيشاركوا في كاس العالم مثلا، يعني فاهم، وكانها اعجاز علمي. احنا مش بعيد عن كده، بس لو كان المنطق حاضر. احنا مش طالبين اكتر من ان المنطق يكون موجود معانا في الملف ده.
تعالوا بقى نروح لملف تاني. الاتحاد المصري للمواي تاي قرر ان هو يشارك في بطوله العالم للشباب للفنون القتاليه المختلطه اللي هتتلعب في اليونان واللي هتقام خلال الفتره من 27 سبتمبر حتى 1 اكتوبر المقبل ان شاء الله، ودي هتكون المشاركه الاولى لينا في بطوله العالم بشكل رسمي. طبعا دي خطوه ايجابيه جدا لمنتخبنا ونتمنى ان يعقبها خطوات وخطوات. تعالوا بقى نعرف المزيد من التفاصيل عن هذا الامر مع كابتن محمد ابراهيم رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي. كابتن محمد صباح الفل على حضرتك واهلا بيك معانا. كريم بيه استاذنا اهوان صباح الورد. صباح الهنا، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك الله. عايزين يعني ابتداء من قرار المشاركه نعرف من حضرتك قرار المشاركه جه ازاي وهنشارك في البطوله دي بكام لاعب باذن الله. استاذ كريم احنا قررنا مجلس اداره الاتحاد المشاركه في رياضه الفنون القتاليه المختلطه اللي هي رياضه مندرجه تحت مظله الاتحاد. مشاركه بلاعبين، اثنين لعيبه اولاد واثنين لعيبه فتيات في بطوله العالم للفنون القتاليه المختلطه اللي هي ان شاء الله في يوم 27 ليوم 1 اكتوبر في الكسندريا بوليس اليونان. جميل. ودي المشاركه الاولى على مستوى الشباب، نقدر نقول انها يعني ان شاء الله بشرة خير وممكن تكون خطوه مبدئيه لمشاركه الكبار لاحقا في بطولات اخرى قادمه. طبعا يا فندم هي دي البدايه ان احنا بنشارك بشكل رسمي في بطولات الناشئين. احنا لاول مره بنشارك، جهزنا المنتخب وان شاء الله المنتخب على اتم الاستعداد. كمان انا عندي المنتخبين مسافرين، منتخب الفنون القتاليه المختلطه مسافر يوم 27 ومنتخب المواي تاي مشارك في بطوله العالم يوم 29 ان شاء الله مسافر برضو على انطاليا تركيا. رائع جدا. طب انا عندي سؤال لحضرتك برضو كابتن محمد علشان نطمن، هل في اي حاجه انتم محتاجينها قبل السفر؟ هل في اي نواقص مثلا؟ هل انتم على اتم استعداد كل حاجه متوفره لحضراتكم؟ ده مهم نطمن عليه، ولو في حاجه بليز يعني انا هرجو حضرتك انك تقولها من دلوقتي علشان نشتغل عليها او المسؤولين يشتغلوا عليها لغايه لما تسافروا. طبعا يعني هي فرصه توجه بالشكر للقياده الرشيده لوزاره الشباب والرياضه على دعمها ومجهودها الكبير الموجود ومساندها للمواهب والابطال. طبعا انا كنت اتمنى ان انا اشارك في المنتخبات بعدد اكبر، خصوصا ان بطولات العالم بيكون فيها اكثر من مرحله سنيه. فكنت اتمنى ان العدد يكون اكبر عشان خاطر بنقدر نكفي احتياجاتنا ان اولادنا كلهم يشاركوا في جميع المراحل السنيه. ان شاء الله في المستقبل نتمنى يكون الدعم اكبر ونقدر نشارك بشكل اكبر. يعني المشكلة في عدم سفر أعداد كبيرة من عندنا من أبطالنا هي الشق المادي، لأن ما فيش مادة متوفرة لده. الشق المادي يعني أنا كمصر كمنتخب مصر ما ينفعش أسافر في بطولة عالم بسبعة وبثمانية وبعشرة، لا كنت أتمنى إن أنا أشارك بأربعين وبخمسين زي الدول الثانية. بس هو ده الوضع يعني في معظم الاتحادات يعني اللي هم الترشيد. ترشيد. مش على الماي تاي بس، إن الترشيد على الجميع مش علينا احنا بس يعني. الحمد لله ان احنا هنشارك باذن الله وابطالنا يجيبوا مكان. يعني انا اسمع طول عمري عن ترشيد الاستهلاك، لكن ترشيد الابطال دي اول مره اسمعها الصراحه. ما سمعتهاش. ترشيد احنا ان شاء الله نتمنى باذن الله ان احنا نشارك بعدد اكبر. انا السنه اللي فاتت اولادي وبناتي ابطال المنتخب المصري جابوا في بطوله العالم سبع ميداليات متنوعه في ماليزيا، وفي البطوله العربيه اولادي جابوا 11 ميداليه، اولادي وبناتي عندي ثلاث ميداليات ذهب وفضيه وسبع برونزيات في البطوله العربيه الحمد لله رب العالمين. طيب. والمنتخب المصري يعتبر من المنتخبات القويه جدا على مستوى العالم في رياضه الماي تاي ومعروف. ده سبب ادعى ان احنا نزعل ان الاعداد غير كافيه، كنا يعني بنتمنى ان طبعا يكون العائد من المشاركه بكم كبير الحقيقه من الميداليات، لكن لما يكون في ترشيد واصل للدرجه دي فبطبيعه الحال اكيد هيكون برضو في ترشيد في تحقيق الانجازات ولا ايه؟ الترشيد ده هيسمع هنا بطبيعه الحال. بصراحه اتمنى ان انا اشارك في كل المراحل السنيه بجميع الاوزان عشان اولادنا ياخدوا فرصتهم وينافسوا ويقدروا يتوجوا على اعلى المنافسات العالميه. على كل حال بنشكرك جدا كابتن محمد، وده شكرا لحضرتك، كل التوفيق طبعا ليكم، وهنتابع طبعا تحديدا من قناه النادي الاهلي معاكم باذن الله فتره البطوله. لكن في الاول وفي الاخر طبعا ده يعني شيء يحزن لما تيجي تسمع ان انا برشد او ما عنديش القدره الماليه ان انا اسفر ابطال ممكن وفي بوتنشل ولو حتى 50% بالمناسبه ان هو يجيب لي ميداليه او يجيب لي بطوله ويرفع اسم بلدي في الخارج، دي حاجه تزعلك.
يعني لا واضح ان البوتنشال عالي جدا كمان، لان هو كابتن محمد بيقول لك احنا عندنا المنتخب بتاعنا قوي جدا. طب ليه تحرمونا من الفكره؟ ليه تحرمونا من فكره ان يكون عندنا ابطال بيرفعوا علم مصر وبيتعزف بناء على وقفتهم على منصات التتويج النشيد الوطني المصري؟ بالزبط. انا مش فاهمها الحقيقه. بلاش حزن، تعال نخش على انجاز. عندك حاجه حلوه؟ في حاجه كويسه الحمد لله، ان احنا يوم عن يوم تقريبا بنتكلم تحديدا بانجازات برضو مختلفه وجديده وفي رياضات مختلفه لابطالنا. هتكلم هنا عن انجاز جديد تحديدا للاتحاد المصري للتايكوندو. حققت البطله امبارح، كانت صورها ماليه السوشيال ميديا، ما اعرفش انت شفتها ولا لا، بس البطله المصريه سلمى علي لاعبه منتخب مصر للبارا تايكوندو حققت الميداليه الفضيه ببطوله العالم بعد خسارتها في المباراه النهائيه. واحنا مش زعلانين على فكره، برضو ده انجاز كبير جدا. أكيد. كانت مباراة قوية أمام يعني بطلة المكسيك 3-1، لكن سلمى تأهلت للمباراة النهائية بعد ما فازت على بطلة البرازيل بنتيجة 7-2. كان ماتش ولا أروع بجد، ونتيجة باينة يعني طبعًا. في مباراة كانت نصف النهائي. سلمى برضو خلينا نتكلم عنها، هي بتواصل إنجازاتها بعد الفوز بذهبية بطولة الجائزة الكبرى عشان تصبح أول لاعبة أو أول فتاة كمان للبارا تايكوندو مصرية وعربية وإفريقية تفوز بميداليتين في بطولة العالم وبطولة الجائزة الكبرى لهذه الرياضة. فطبعا إنجاز أكثر من رائع وفخورين جدا. وأنا على المستوى الشخصي بجد بحب جدا أني أسمع أخبار زي كده من تحديدا الرياضة النسائية، وأن بناتنا بينجحوا في مجالات مختلفة منها الرياضة كمان تحديدا، اللي عاملين طفرة كبيرة جدا في السنوات الأخيرة. ابتدى ده يؤثر على الوعي المجتمعي، ابتدت العائلات هي اللي تبقى عايزة بناتها تنزل تروح وتبقى بطلة رياضة وتمارس رياضة، على عكس مثلا منقول من 15 سنة يا كريم ما كانش الكلام ده موجود شوية، بس البنات هم اللي غيروا. يعني تعرف الواقع بيتغير شوية أو الثقافة بتتغير لما بتشوف حاجة على أرض الواقع، هي اللي بتفرد ده. يعني البنات هم اللي فرضوا ده، فرضوا تغيير الثقافة، فرضوا على المجتمع أن هو يحترم أن هم فعلا يقدروا. والموضوع ملوش علاقة بجنس، الموضوع ليه علاقة بكفاءة على كل الأصعدة. فمزيد من التألق بإذن الله، ولسه عندنا كلام كتير جدا عن برضو أبطال في رياضات مختلفة لحد دلوقتي. وإحنا بنتابع طبعا ملف الأولمبيات والبارالمبيكس بتاعنا، يوم عن يوم بنسمع عن بطل جديد إن شاء الله تأهل، فكل التوفيق ليهم. ملف طبعا ده يعني الأبرز حاليا، وكل يوم يعني بنتكلم مع حضراتكم مع أبطال بيتأهلوا، وبين قوسين في ظل عمليات الترشيد اللي واضح ان هي منتشره انتشار النار في الهشيم في كل الاتحادات الرياضيه. امال لو الاوضاع مظبوطه كان هيبقى النتيجه عامله ازاي يا حضرات؟ قلبوها في دماغكم كده، واحنا بنتابع مع حضراتكم درجات الحراره النهارده وصلت لكام في محافظات مصر مختلفه، ونرجع نكمل. كانت درجات الحراره بالنسبه بقى للمزيد من التفاصيل حول الطقس المتوقع ان شاء الله الايام القليله القادمه، معانا على التليفون دكتوره منار غانم عضو المكتب الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه. صباح الفل على حضرتك يا دكتوره منار، واهلا بيكي معانا في 10 الصبح في الاهلي. صباح الفل على حضرتك استاذ كريم واستاذه نهاوند وكل الساده المشاهدين، اهلا بحضرتك. اهلا بيكي يا فندم. يعني واضح كده ان احنا بقالنا يومين الحمد لله في يعني انخفاض ملحوظ في درجات الحراره والاجواء خريفيه الى حد كبير، يا ترى هيستمر الوضع على ما هو عليه لمده قد ايه ان شاء الله؟ هو بالفعل احنا الاسبوع الماضي على مدار الاسبوع الماضي كله كانت درجات الحراره نقدر نقول معتدله، كانت حول المعدلات، اجواءها كانت خريفيه والعظمى على القاهره تقدر 32 درجة مئوية خلال فترة النهار، لكن احنا بدأنا خلال هذا الأسبوع نشهد ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة، هي مش ارتفاعات ملحوظة يعني بمعدل من درجتين لثلاث درجات، العظمى على القاهرة الكبرى هتسجل ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية خلال فترة النهار، فبالتالي هنحس إن الأسبوع ده أحر من الأسبوع الماضي لكن بقيم طفيفة جدا، لأن بيأثر علينا في طبقات الجو العليا مرتفع جو. المرتفع الجو ده بيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بالشكل الكبير، مفيش أي سحب بتأثر على حجم أشعة الشمس، فبالتالي ده اللي خلنا فيه ارتفاع في درجات الحرارة، وهو موجود كمان في معظم محافظات الجمهورية. فترة النهار تحديدا في فترة الظهيرة هي اللي بنحس فيها بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شمال الصعيد، أجواء شديدة الحرارة في جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده بيكون فترة النهار وفترة الظهيرة. لكن فور غياب اشعه الشمس ودخولنا في فترات الليل طبعا بيحصل انخفاض في درجات الحراره، بدانا نحس بيه بشكل كبير خاصه في ساعات الليل المتاخر، فترات الصباح الباكر الصغرى فتره الليل بدات تنخفض وتكون ما بين 23 24 درجه مئويه على المناطق الموجوده في شمال البلاد، وهتظل فترات الليل اجواءها لطيفه تماما في معظم محافظات الجمهوريه، لان كمان فترات الليل بيكون في نشاط في الرياح، هو طبعا مش نشاط قوي بيقلل بعض الشيء احساسي بوجود نسب رطوبه، فبيساعد كمان على احساسنا بانخفاض درجات الحراره. الظاهره الجويه المؤثره دايما في حالات الاستقرار في الاحوال الجويه هي الشبوره المائيه.
الشبوره المائيه بتتكون وبتظهر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، واللي بدات كثافتها تزيد، يعني بدات الرؤيه الافقيه تنخفض معاها بشكل كبير، بدات تاثر على الرؤيه على الطرق لان بيحصل انخفاض في درجات الحراره فتره الصباح الباكر او الليل المتاخر بشكل كبير. فمهم جدا ناخد بالنا خلال الايام القادمه القياده لازم تكون باستخدام فترات الصباح الباكر خاصه على الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى او السواحل الشماليه او مدن القناه، المناطق دي بيحصل فيها انخفاض للرؤيه الافقيه فتره الصباح الباكر بشكل كبير. لكن الحمد لله على مدار هذا الاسبوع كله الاحوال الجويه مستقره تماما، مفيش اي ظواهر جويه ممكن تاثر على اعمال الانشطه اليوميه، مفيش اي تقلبات جويه يمكن لنهايه هذا الاسبوع ان شاء الله. طيب والله ربنا يطمنك. طب ده على صعيد الجو، لكن على صعيد بقى الظواهر الطبيعيه حضرتك اكيد برضو واخده بالك ان كام يوم اللي فاتوا او حتى على مدار الاسبوع اللي فات كان في كلام كتير بيتقال على لسان احد العلماء الهولنديين بان في احتماليه وجود زلزال يقترب. ده كان من 19 ل 21 وما حصلش، مش عارف التواريخ، بس انا قصدي اقول لك كان في كلام كتير متقال في الموضوع ده. الى اي درجه اصلا بيسهل التنبؤ بوقوع زلازل بدايه، والى اي درجه حضرتك شايفه ان الكلام اللي بيتقال ده صح من عدم؟ طيب خلينا نقول الاول احنا تخصص اكتر يعني الحاله الجويه والغلاف الجوي مش بس من الارض، لكن طبعًا. علميا التنبؤ بالزلازل ده صعب جدا، الزلازل ما بينفعش التنبؤ بيها، هي دايما وقت حدوثها بيتم رصدها، لكن علميا ما ينفعش التنبؤ بالزلازل. عشان كده لو احنا كنا بنعرف نتنبأ بالزلازل وبنقول في زلازل في المناطق الفلانيه كان على الاقل هيفصلوا الاماكن اللي هيحصل فيها زلازل. طبعًا. فالتنبؤ بالزلازل صعب جدا، دايما بيتم رصدها مش بيتم التنبؤ. طب ما التغيرات المناخيه الحدث برضه واضح ان بيصعب التنبؤ بيها، والا كنا برضه اخلينا درنا مبدئيا. بس يعني كان في بعض برضه يعني التحذيرات اللي هناك لاهالي درنا كانت وصلت لهم، بس في اللي استجاب وفي اللي لا، ده حسب المعلومات اللي كانت عندنا. هي التأثير القوي للتغيرات المناخية ممكن يكون مفاجئ، لكن كان بالفعل في تنبؤ لليبيا للحالة الجوية وكميات الأمطار وسرعات الرياح، ويمكن بالفعل تم عمل حظر تجوال وتم يعني قال إن في كميات أمطار هتسقط على المدينة بالمعدل اللي سقط يمكن كمان أقل من اللي سقط، يعني هم كانوا متنبئين في أقل. فالتغيرات المناخية خلت الحالة الجوية أكثر عنفا، ده اللي احنا دايما بنقوله ان احنا عاوزين نبدا نتكيف مع التغير المناخي اكتر. خلاص يا التغير المناخي كده كده موجود وكده كده هيحصل، وهو اللي بيخلي فيه عنف في الظاهره الجويه اللي بتاثر علينا وفي تصرف مناخي، فعشان كده احنا عاوزين نتكيف معاه، لان هو ممكن يؤدي زي ما حصل كده في الجمهوريه الليبيه ممكن يؤدي لتدمير كوكب الارض، لان العواقب ما بتبقاش يعني تبقى مفاجاه بالشكل الكبير. احنا مش هنعرف نتنبا بالعنف الزياده في الحاله الجويه في ظل التغير المناخي اللي تمام. لو جميل. وصلت لتدمير كوكب الارض لازم تتكيف. انا طب يعني كيفيه التكيف مع ظواهر حاده للدرجه دي؟ يعني عشان برضو كلمه التكيف دي اتقالت على لسان كتير من صناع القرار والرؤساء وقاده وساسه في دول العالم كله في الفتره الاخيره، وخصوصا بعد مؤتمرات المناخ. التكيف ده اللي هو نعمل فيه ايه؟ هو احنا طبعا خلاص احنا عرفنا ان في تغير مناخي، يبقى اهم حاجه لازم يبقى عندنا سرعه استجابه للحالات الجويه اللي بتحصل. يمكن ليه ما بيحصلش خسائر بشكل كبير في الدول اللي بيبقى عندها يعني اموال بشكل كبير؟ عشان بيستجيبوا بسرعه للتحذيرات، عندهم بيقدروا يساعدوا يخلوا الاماكن بسرعه، عندهم امكانيات ان هي تساعد في ان ما يحصلش كارثه بصوره كبيره. فاحنا بالتالي اول حاجه التمويل اللي يبقى الدول الناميه، يمكن احنا اكثر تاثرا بالتغيرات المناخيه عشان احنا ما عندناش الامكانيات ان احنا في الحالات الجويه المختلفه يبقى عندنا سرعه استجابه. بالاضافه كمان البنيه التحتيه نفسها، البنيه التحتيه نفسها لازم تبدا تتغير بشكل كبير في كل الدول الافريقيه، وتغيير البنيه التحتيه طبعا بيحتاج اموال طائله. يمكن كان من ضمن الكوب 27 صندوق دعم والخسائر اللي بتحصل نتيجه التغيرات المناخيه، ده كان مهم جدا لان احنا عملنا دعم للخسائر، او ممكن يعني الخسائر اللي بتيجي عن التغير المناخي هتبقى موجوده، فاحنا بنحاول ندعم بقى الدول دي ان احنا نغير في البنيه التحتيه بتاعتها عشان تستقبل كميات الامطار المختلفه. حتى كمان مش بس بنيه تحتيه، انواع المحاصيل اللي ممكن تزرع نتيجه التغير في درجات الحراره، هنبدا ازاي نتكيف مع اللي بيحصل في البيئه؟ فهو هيحصل هيحصل، وعشان نبدا نقلل احترار ونقلل انبعاثات مش بس هيحصل في شهر او اثنين او سنه، ده هياخد وقت معانا طويل عشان نبدا تاني درجات الحراره ترجع لي مش هنقول المعدل الطبيعي، تقف عند الدرجه ونص ما ترتفعش عن الدرجه ونص، فده هياخد وقت معانا
سنوات او مئات السنين. فعشان كده احنا دايما بنتجه لفكره ان في تغير مناخي، في عنصر الظواهر الجويه، المناخ مش ده اللي احنا معتادين عليه من السنوات السابقه، فلازم تبدا نتكيف معاه ونتعامل معاه. زي بالظبط في الدول الاوروبيه، الدول الاوروبيه دلوقتي بقى عندها موجات ارتفاع في درجات الحراره بشكل كبير، ما كانش عندها ثقافه ان يبقى في تكييفات، في تعامل مع درجات الحراره العاليه، لازم يبداوا يتكيفوا مع درجات الحراره العاليه بقى بالتكييفات في الاماكن المختلفه. ما هم ما تكيفوش بقى هنا يا دكتور منار، يعني تحديدا لما جينا اتكلمنا عن الموضوع كان بجد والله وقت الارتفاع اللي كان ملحوظ تحديدا في اوروبا، وتحديدا شفنا فرنسا باريس، يعني لما الناس هناك كانت ازاي متضرره وكده، هم ما كانش عندهم هذا التكيف اللي حضرتك بتتكلمي عليه، ان هم كانوش متوقعين ابدا ان هيحصل المشكله دي. على كل حال يعني هو ملف كبير، وكلام حضرتك مظبوط، تغيير المناخ ده يعني اتعمل فيه مؤتمرات كتير جدا طبعا. وتاثيرها تباعا هيكون على مدار سنوات طويله، فالموضوع للاسف مش في مناطق معينه، الموضوع في العالم كله للاسف، هذه الازمه يعني اطالت او تطيل العالم كله. وانا اعتقد برضو من الجزء اللي كان الدكتور منار تقصده في فكره ان احنا نتكيف على اللي هيحصل بعد كده، او التاثير بتاع تغيير المناخ على الناس عامه وعلى الطقس وغيره، ان انت ممكن تلاقي زي ما بنشوف حاليا الصيف يبقى شديد الحراره بشكل كبير جدا، وفي بعض المناطق اللي المفروض معروف عنها ان هي شتاء هتبقى يعني المواضيع ممكن ان هي تختلف بشكل كبير. ف يعني طبعا بنشكر الدكتوره منار على وجودها معانا. ومش كانوا قالوا في وقت من الاوقات ان مؤتمرات المناخ دي هيصدر بموجبها قرارات ملزمه للدول اللي هي الصناعيه الكبرى اللي تسببت بصناعاتها الثقيله في تغيرات المناخ، وقال هيبقى في تعويضات ويدوها للدول الثانيه واللي هي متضرره وحاجات زي كده. بص، هو في مؤتمرات مناخ كل فتره، ففي فعلا توصيات كانت بتصدر من المؤتمرات دي، في البعض منها ملزم والبعض منها بتبقى توصيات. خلي بالك اصل ممكن يبقى يطلع توصيه من المؤتمر وبعد كده الدول حتى ممكن ما تمضيش او تمضي، حتى لو مضيت على التوصيه انت مش يعني ما فيش الكوكب بينهار ولسه مش عارف قالت لك هنتضمن. على كل حال طب هنتكيف ازاي؟ انا رايي نطلع فاصل كفايه كده ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. متعودين مع حضراتكم بنتابع اخبار النادي الاهلي طبعا والفرق المختلفه والمواضيع اللي تم مع مراسلنا المختلفين. هنروح لمقر النادي الاهلي بالجزيره، وهتكون معانا هنا ابو القاسم زميلتنا العزيزه. هنا صباح الهنا عليكي، واكيد سامعينك، اتفضلي. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. بداية أسبوع جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. أكيد هنبدأ بقى بالحدث الأهم وتحقيق رجال طبعا النادي الأهلي للكرة السلة لإنجاز لأول مرة بيحصل في تاريخ الأندية الإفريقية والعربية، والفوز على فريق أمريكي بالتحديد فريق إجنايت الأمريكي، ويمكن كمان بقى هم على بعد خطوة واحدة من تحقيق إنجاز جديد وهو برونزية العالم لبطولة كأس العالم للأندية كأول زي ما قلت نادي عربي وإفريقي. يعني خليني أقول لكم طبعا هو دلوقتي بيواجه فريق جولدن بولز، وآخر سكور كنا تابعناه قبل ما نطلع لايف مباشرة كان النادي الأهلي متقدم بنتيجة 32-25. خليني أقول لكم النادي الأهلي بدأ المباراة بشكل قوي جدا، كان قدر يفرق في السكور يعني منذ بداية المباراة. بنتمنى لهم كل التوفيق، وطبعا إن شاء الله بقى نكون بنحتفل في 10 صبح في الاهلي بفوز رجال النادي الاهلي ببرونزيه العالم. يعني حقيقه انا هوندو يا كريم لما بنقول ان النادي الاهلي نادي الانجازات والانتصارات، ده طبعا بيكون مش من فراغ، ده بيكون لان دايما رجال وسيدات النادي الاهلي بيلعبوا على البطولات، بيلعبوا على تحقيق ارقام جديده وبيكتبوا التاريخ. الحقيقه ان هم بيشرفوا مش بس الرياضه المصريه، لا الافريقيه والعربيه كمان. فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق، هم بالفعل حققوا انجاز جديد ويقدروا بقى كمان ان شاء الله يعززوا هذا الانجاز بتحقيق برونزية العالم. فطبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال كرة السلة. خلونا بقى نروح دلوقتي لفريق الأول لكرة القدم، والنهاردة طبعا هيكون عندهم مباراة مهمة وبداية مشوارهم الإفريقي. مباراة طبعا هتكون ذهاب دور ال 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، هتكون طبعا أمام فريق سان جورج الإثيوبي. مباراة هتكون الساعة 8 مساء. خليني أقول لكم إن الفريق استعد أكيد بشكل قوي لهذه المباراة، كان اختتم استعداداته أمس هنا طبعا على ملعب مختار التتش، التمرين كان الساعة 5 مساء. خلوني بقى اديكم تفاصيل اكتر وانقل لحضراتكم تفاصيل اكتر عن المران امبارح. كالعادة مستر مارسيل كولر المدير الفني للفريق كان حريص على عقد محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران عشان بقى يحدثهم عن أهمية مباراة النهاردة. اكيد لازم تكون بداية قوية لحامل اللقب، ان شاء الله بقى تكون بداية موفقة النهاردة. يمكن زي ما افتتحوا بطولة الدوري بمباراة مميزة جدا امام المصري وانتهت طبعا بفوز النادي الاهلي بنتيجه
4-0. ان شاء الله بقى مباراه النهارده تكون كمان مباراه كبيره لرجال النادي الاهلي. امبارح المران كان مبني على فقرات متنوعه سواء طبعا بدنيه او فنيه، ويمكن بقى مستر مارسيل كولر كان حريص ان اللاعبين يلعبوا تقسيمه قويه في نهايه المران. بعد كده طبعا الفريق دخل في معسكر مغلق عشان يدخل في كل اجواء مباراه النهارده. بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق. ده فيما يخص اخبار الفريق الاول لكره القدم. خلونا بقى نروح للالعاب الاخرى، ويمكن النهارده معانا اخبار كتيره ومتنوعه. بدايه مع كره اليد، رجال كره اليد ان شاء الله غدا هيغادروا عشان يستعدوا للبطوله الافريقيه، هيغادروا للكونغو. خليني اقول لكم ان منافسات البطوله هتبدا يوم 28 سبتمبر، يعني خلاص في خلال ايام قليله. رجال كره اليد ماشيين الحقيقه بخطه ثابته جدا في بطوله الدوري، بادئين بدايه قويه جدا، فازوا في جميع المباريات. يمكن اخر مباراه كانت منافستهم امام فريق الاولمبي كانت قدروا يحسموها لصالحهم بنتيجه 40-16، يعني طبعا فرق سكور كبير جدا، ودي كانت سابع جوله من جولات بطوله الدوري. خليني اقول لكم ان هي اكيد يعني حاجه قويه جدا عشان بقى يروحوا البطوله الافريقيه، هم متصدرين جدول الترتيب بالعلامه الكامله، يعني فازوا في جميع المباريات. بنتمنى لهم بقى ان شاء الله ان هم يكملوا السيزون بنفس الاداء. كمان سيدات كره اليد ماشيين بخطه ثابته جدا ايضا في بطوله منطقه القاهره، يعني في الويك اند كان عندهم مباراتين. المباراه الاولى كانت يوم الجمعه، كانت امام فريق 6 اكتوبر وقدروا يحسموها لصالحهم بنتيجه 43-24. المباراه الثانيه كانت امس، كانت امام فريق سبورتنج وقدروا ايضا يحسموها لصالحهم بنتيجه 34-16. مباراتين كانوا بيقاموا هنا طبعا بمقر النادي الاهلي بالجزيره ضمن منافسات بطوله منطقه القاهره، وزي ما اكيد قلت لحضراتكم السكور قدروا يفوزوا بفارق كبير. ايضا حقيقه سيدات كره اليد بادئين السيزون بدايه قويه جدا، فازوا في جميع المباريات بالعلامه الكامله. نروح بقى للعبه كره الطايره. وامبارح طبعا كان تم عمل قرعه بطوله الدوري لسيدات ورجال كره الطايره. رجال النادي الاهلي، خلونا نبدا برجال النادي الاهلي الاول، بيقعوا على راس المجموعه الثانيه، والمجموعه الثانيه بتضم بقى النادي الاهلي، نادي بتروجيت، نادي ترسانه، نادي الشمس، نادي دلفي والمقاولون العرب. منافسات رجال كره الطايره هتبدا ان شاء الله يوم 18 نوفمبر. اما بقى عن سيدات كره الطايره، في سيدات كره الطايره بيقعوا على راس المجموعه الاولى، بيقعوا مع طبعا فريق وادي دجله، فريق الصيد، فريق الشمس، فريق دلفي، فريق الاتحاد السكندري واصحاب الجياد. وسيدات كره الطايره او فتيات الذهب هيبداوا ان شاء الله منافساتهم يوم 3 نوفمبر. يعني طبعا بنتمنى كل التوفيق سواء لرجال الماسترز رجال الكره الطايره او فتيات الذهب سيدات كره الطايره بالنادي الاهلي. ان شاء الله بقى يكون موسم مميز واستثنائي ويقدروا يحصدوا جميع البطولات. خلونا بقى كمان نروح لسيدات كرة السلة، واللي بيبدأوا بداية قوية جدا الحقيقة للموسم الجديد ده بعد فوزهم على فريق الطيران باكتساح الحقيقة، يعني قدروا يفوزوا بنتيجة 105-29. دي طبعا أولى منافسات بقى بطولة منطقة القاهرة والموسم الجديد. بدأوا زي ما قلت بشكل قوي جدا، بشكل كبير جدا، قدروا يسيطروا على جميع مجريات المباراة منذ بدايتها وحتى نهايتها. أتمنى لهم طبعا كل التوفيق أيضا في السيزون الجديد الحقيقة هم وكل الفرق الرياضية، لانه حتى الان ماشيين بخطه ثابته جدا كل الفرق الرياضيه الحقيقه، وعاملين بدايه قويه جدا. يمكن الموسم اللي فات كان موسم استثنائي، ان شاء الله بقى الموسم ده كمان يقدروا يحافظوا على هذه الانجازات، فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. ده فيما يخص اخبار الفرق الرياضيه المختلفه. كمان بقى زي ما عودناكم دايما ننقل لكم كل الاجواء داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. يمكن الاعضاء متواجدين في النادي، ويمكن بقى حاله الطقس بدات تنخفض شويه، يعني خلاص بقت اجواء خريفيه، وطبعا ده حاجه انا عارفه ان هي بتفرح كل محبي الشتاء اللي انت يا نهواندو يا كريم طبعا منهم. درجه الحراره دلوقتي داخل النادي 25. الاعضاء متواجدين في حاله بقى من النشاط والطاقه الايجابيه. كل الاعضاء اللي حابين يعني يستمتعوا باليوم تقدروا تيجوا تستمتعوا باليوم داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. يعني دي كانت ابرز اخبارنا. قبل ما اختم كلامي طبعا هتمنى تاني كل التوفيق لرجال كره السله، ان شاء الله يفوزوا في مباراه اليوم ويحققوا انجاز جديد يعني يحسب للنادي الاهلي وطبعا كره السله المصريه والعربيه والافريقيه. والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو.
شكرا جدا يا هنا يعني على التغطيه المتميزه منك كالعاده، يعني شكرا ليكي جدا. وزي ما انت بتقولي يعني خبر حلو ان احنا نسمع 25 ناس اللي هي بتحب طبعا الشتاء، بس انا بالنسبه لي الخبر اللي يبقى حلو لما نسمع 5 مثلا درجه الحراره وصلت ل5 تحت الصفر او اي حاجه من تحت الصفر كمان، ده كتير يعني يا عالم، يا ريت الاحلام ملهاش سقف، فاهم؟ تعالي بقى نقعد شويه عند الموضوع اللي الحقيقه بقى لافت جدا للنظر في اوروبا في الفتره الاخيره، وكلمه الفتره الاخيره دي مش معناها الاسبوعين ثلاثه اللي فاتوا، لا الكلام ده على مدار اخر 4 أو 5 سنين الحقيقه، وهي فكره امكانيه تولي المدربين الشباب التدريب في اوروبا لانديه وكمان لمنتخبات. احنا بنتكلم مع حضراتكم في الموضوع ده بعد قرار الاتحاد الالماني اول امبارح اللي طبعا اصدر قرار باسناد مهم تدريب منتخب المانيا الاول لكره القدم لمدرب شاب عنده 36 سنه فقط لا غير. حضراتكم متخيلين يعني مدرب واحد من اهم واكبر واعرق واشهر منتخبات العالم على الاطلاق في دنيا كره القدم عنده 36 سنة، أي مغامرة دي وأي طموح وأي تحدي اللي بيعمله الاتحاد الألماني لكرة القدم بإقدامه على خطوة زي دي؟ طبعا المدرب الجديد عنده مجموعة كبيرة من المهمات الصعبة الفترة اللي جاية، منهم مهمة كبيرة جدا في نهائيات كأس الأمم الأوروبية يورو أوروب في 2024، واللي طبعا بالمناسبة هتنظمها ألمانيا، وأكيد كمان تصفيات كأس العالم ومحاولة محو الصورة الغير جيدة لمنتخب ألمانيا في المونديال الأخير، ظاهرة لافتة للأنظار الحقيقة. بص، هي خطوة أكثر من رائعة بصراحة لما تيجي تتكلم عن حاجة زي كده أن أنت بتشوفها في العالم، وده مش جديد، يعني مش حاجة مثلا خلتنا ننبهر، لأن هم هناك عندهم هذه الرؤية. أنا ماليش دعوة بنوعك إيه، رجل أو امرأة، ماليش دعوة بسنك إيه، ماليش دعوة بأي حاجة غير الكفاءة، فمعيار الكفاءة هو ده اللي لازم يتعول عليه، هي دي النقطة. عشان كده بتلاقي أن الناس دي فعلا متقدمة والناس دي بتنجح بشكل كبير. لو أنا جيت اتكلمت علينا في الداخل شوية هتلاقي برضو ان في بعض الدول العربية ابتدى يبقى عندها هذا الفكر، ابتدى يبقى عندها الثقة اللي انا ممكن اديها لحد ممكن يكون صغير في السن، اصل ملهاش علاقة. خلي بالك من حاجة كريم، السن ملوش علاقة، بيقول لك بقى الخبرة واهل الخبرة، طبعا على راسنا اهل الخبرة، ولكن لما يبقى في مثلا برضو حد سنه صغير وعنده من الكفاءة اللي هي تؤهله ان هو يمسك منصب مثلا، ليه لا؟ ليه لا؟ ليه لازم يبقى في عامل الخبرة فقط؟ ليه اعتمد على عامل الخبرة فقط؟ لا، ده كلام مش مظبوط. شفنا كمان مع المغرب أيوة وليد الركراكي، فالراجل برضو مش كبير، الركع التمكين يعني، هي دي النقطة، فاهمة ازاي؟ هو ده الثقة، ما انا لازم ادي الثقة، فهي دي النقطة. وحاجة انا اعتقد ان كانت بتحصل في العالم، نتمنى ان هي في يوم من الايام يبقى عندنا، باحترامنا طبعا للجميع، في ناس عندها خبرة كبيرة جدا وقدمت كتير جدا في كل المجالات، لكن برضو الاعتماد على الشباب بالفكر المختلف أمر أعتقد مش سيء جدا وأثبت نجاحه في العالم كله. صحيح. طب تشوف دلوقتي رؤساء وزراء وأعضاء مجلس نواب ووزراء وغيره ممكن يكونوا 40 وتحت ال40 بالمناسبة، فملاش أي علاقة يعني. فبمناسبة برضو كلامك عن الأعمار وصغر السن، برضو عندك لو أنا هفتكر يعني ممكن نقول عن تشافي مثلا، تشافي طبعا مع برشلونة تقريبا 42 سنة تحديدا، فميكال أرتيتا برضو يعني مع أرسنال عنده 41 سنة، فيعني الموضوع لا يقاس بهذا الشكل تماما. هم طبعا الصور على الشاشة قدام حضراتكم، الموضوع هناك بيقاس بالكفاءة، بتتكلم في 36، بتتكلم في 41، بتتكلم في 42 سنة وتولى تدريب كبرى الأندية كمان الأوروبية، فمسؤولية طبعا كبيرة. أتمنى في يوم من الأيام يبقى عندنا برضو هذا الشكل. شفنا برضو في مصر على فكرة كان أحمد حسام ميدو مرة قبل كده، ميدو برضو تقريبا 40 او اقل، تقريبا 40 صح، حاجه زي كده او حاجه يعني بدايه الاربعينات. فيعني برضو ده شويه موجود عندنا، لكن اتمنى ان ده يعمم بشكل كبير، لان اعطاء الثقه برضو للكوادر الشبابيه، وان حتى انا مش عارفه 40 سنه يبقى شاب ولا لا، بس شاب يعني. شاب جدا، شاب جدا. ايوه، ده عز الشباب لعلمك. شاب على فكره. لغايه 50 معانا يعني، قول 70 لغايه 70 عشان بس عشان لغايه 70 لحظه كلام الجارح. ماشي، احنا معاكم ال 70. برضو من المدربين الشباب اللي ظهروا بقوة في الفترة الأخيرة كان البلجيكي فينسنت كومباني، طبعا نجم مانشستر سيتي السابق ومدرب فريق بيرنلي الحالي، اللي نجح في قيادة بيرنلي في أنه يصعد للبريمير ليج في الموسم الحالي، ونجح بشكل مميز جدا طبعا مع الفريق في أول تجربة تدريبية لي وهو عنده 37 سنة. يعني بمجرد ما اعتزل لعب كرة القدم أخذ خطوة التدريب وأخذ الثقة من مسؤولي نادي كبير زي بيرنلي في أنه يقود هذا الفريق. طبعا في أسماء كتير قوي في عالم التدريب أخذوا الفرصة دي وهم شباب، وده اتجاه
جديد مميز في أوروبا. في أسماء كتيرة الحقيقة بدت بمجرد ما اعتزلت كرة القدم دخلت بقى في سلك التدريب، ونتج عن ده الموضوع اللي احنا بنتكلم مع حضراتكم فيه على اعتبار ان هو فعلا لافت للأنظار أوروبيا بصفة خاصة في الفترة الأخيرة. كلام جميل. هنختم بقى مع حضراتكم الفقرة الأولى بفيديو جراف عن أفضل 10 منتخبات في العالم، ده طبقا يعني لتصنيف الفيفا. بعد كده فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. في الأهلي أهلا بكل حضراتكم مرة تانية. طبعا احنا اتكلمنا هنا في 10 الصبح في الأهلي أكتر من مرة قبل كده عن رياضة البادل، وكلمنا عنها من أكتر من زاوية الحقيقة، لكن احنا النهاردة وتحديدا في أولى فقراتنا الحوارية هنتكلم عن منتخب مصر للناشئين، وده أول منتخب عربي وإفريقي يتأهل لكأس العالم للبادل اللي هيقام في شهر نوفمبر اللي جاي إن شاء الله. هنتكلم عن إنجازاتهم اللي فاتت وهنتكلم عن استعداداتهم للي جاي إن شاء الله، طبعا بما يشمل كأس العالم. خلونا نرحب بضيوفنا كابتن شريف صبري المدير الفني لمنتخب الناشئين للبادل، وكمان منورنا وجدي رسلان لاعب منتخب مصر للناشئين للبادل. صباح الفل عليك وأهلا بيكم. أهلا بيك. نورتنا حقيقي. وكنا بنتكلم قبل الهوا يعني عن موضوع البادل اللي ظهر مؤخرا اصلا في مصر يعني تقريبا 2017 زي ما كنت بتقول لي، وبس من 2017 ل 2023 طفره كبيره ولقى رواج كبير جدا والناس حبت البادل قوي، مع ان زمان ما كانش فيه غير التنس وسكواش والراكت ده حاجه ثانيه. بس انا هبدا من هنا، ايه السبب في ان الناس حبت قوي في مصر تحديدا البادل ولقى يعني ترحيب كبير كده بالناس، مع ان التنس موجود واقدم وهم شبه بعض؟ يعني هم في الحقيقه شبه بعض، بس البادل انطلق الانطلاقه دي لانه اولا اسهل بكتير، تاني حاجه احنا في كشعب مصر عامه بدا يتجه كتير قوي للرياضه، والرياضه بالنسبه له بقت حاجه مهمه جدا. يعني انا شايف اختلاف كبير قوي من العشر سنين او الخمستاشر سنه اللي فاتوا من الرياضه، من فتره قريبه قوي بقى بداوا الناس من بعد الكورونا على فكره كمان اثرت في التغيير بتاع الثقافه فعلا، فالناس كلها بدات تتجه لرياضات اولا ظريفه. يعني نقدر نقول البادل مش صعبه، يعني الشخص العادي يقدر يتعلمها، مش نفس الرولز بتاعت التنس والسكواش، هي قريبه سكورينج سيستم او النقط اللي بتتحسب قريبه قوي، بس في ازاز، فطبعا الكره بتروح وترجع. التنس لو عدت اللعيب خلاص ما بترجعش، وهي اقرب يعني واخده من التنس شويه واخده من السكواش شويه، وملعبها اصغر طبعا بشكل كبير، الملعب اصغر، وعاده الملاعب بتبقى موجوده في حتت ظريفه، الكونديشنز او الظروف اللي بتبقى حوالين الرياضه بتبقى حلوه. وبنشوف ناس كتير حتى بعيدا بقى عن عالم الاحتراف، في ناس بيمارسوها على سبيل الهوايه، ان هي فعلا حاجه رمضان هي ظريفه جدا. هي انا يعني انا شخصيا قبل ما اكون في الاتحاد ما كنتش بلعب كتير، ولكن بدات ان انا اشوف بقى فيديوهات وابدا بدات ان انا افهم اللعبه دي بتلعب ازاي، فبدات امارسها بشكل كبير. يعني انا شايف بشوف حتى السن عامه اي حد ممكن يلعبها. على ذكر السن وجدي، انت عندك كام سنه؟ انا 16 سنه. 16 سنه دي اول رياضه بتلعبها ولا كنت بتلعب حاجه ثانيه؟ لا انا كنت بلعب تنس، ابتديت وانا عندي 4 سنين. ليه عملت الشفت ده من التنس للبادل؟ يعني البادل انتشرت جامد، وانا كنت بنزل دايما ابتدي العب فور فان مع اصحابي وكده وانا لما كنت بلعب تنس، بس لقيت في الاخر بعد ما لقيت ان في اتحاد ولقيت الدنيا بتكبر وكده، فقلت ليه ما اجربش العب بادل، ليه ما اجربش العب بطريقه احترافيه اشوف ايه اللي هيحصل. والحمد لله لقيت ايه بقى لما جربت؟ لا الدنيا احسن بكتير صراحه. في ايه يعني مختلفه؟ في ايه مختلفه؟ في ان هي كده كده امتع، وكده كده موضوع الازاز في الملعب، ان هو لو كره عدتني وجت في الازاز كده كره هي بتساعدني، يعني الازاز ده مش ضدي، هو بيساعدني ان انا اكسب الكوره، غير التنس. التنس خلاص في شوارك اي حاجه هتساعدك، يعني خلاص طبعا. لو حد ضرب كوره عدتك خلاص. انا بتهيألي فكره بس ارتداد الكوره لو عدت اللاعب دي تحديدا متاخده من السكواش، مش كده برضه؟ هي اقرب للسكواش، اقرب للسكواش. وبعدين الميزه الكبيره فيها ان هم بيبقوا عاده تيمز، يعني دبل زوجي، فبتبقى دايما اظرف، بيبقوا اربعه، وبتبقى زي سوشيال ايفنت دايما، بتبقى كانها سوشيال ايفنت، الناس كتيره بتتعرف على بعض وبيلعبوا مع بعض ويبداوا يتفقوا على ماتشات، فهي الحقيقه ممتعه يعني ظريفه جدا. هل ممكن فرصتك كمان، يعني هسالك يا وجدي، فرصتك في البادل اسهل لان الكومبيتيشن فيها يعني مش بنفس نسبه التنس، ولا انت ما قستهاش كده، ما حسبتهاش كده؟ انا حسبتها فتره يعني شكلك من حسبتها الاول كده. من الاول حسبتها كده، بس برضو دلوقتي يعني انا بفكر ان انا اخش مثلا ابقى من العشر الاوائل، احاول على قد ما اقدر في الكبار، يعني اكتر حاجه اقدر اعملها. يعني دلوقتي الحمد لله دلوقتي
في الجونيورز انا تمام، بحاول في الكبار احاول اعمل رانك حلو على قد ما اقدر، ان انا في خلال مثلا سنتين الجايين احاول اخش في منتخب الكبار. هو يبدا من 18 منتخب الكبار ولا كام؟ بدايه من 18. وهو الحقيقه وجدي من اللعيبه الموهوبه عندنا، يعني هو الاول في 16 وحاليا مستواه جامد جدا في 18. انت شكله اصغر من سنه. شكلي يبان اصغر من سنه. انا بصراحه قلت 14. لا شكلي يبان اصغر من سنه. واسمك حلو، انت اسمك اكيد على اسم جدك. ايوه صح. شفت بقى صح. الله انت عارفه الحاجات دي. لا يعني وجدي. ايوه صح على اسم جدي فعلا. جميل. وبالنسبه بقى للاستعدادات، احنا بنتكلم على ان قريب ان شاء الله هيكون في مشاركه في كاس العالم. فاكيد حدث جلل زي ده في الرياضه زي البادل بتستدعي برضو استعدادات وحاجات كتير لازم تتعمل عشان نبقى مسافرين او مشاركين في البطوله واحنا الى حد ما مطمنين. فايه نوع الاستعدادات اللي بتحصل دلوقتي؟ احنا اول ما بدانا البرنامج بتاع الجونيورز يعني كان بالنسبه لنا تحدي كبير، لان احنا كنا بنقدم لعبه يا جماعه احنا عندنا فريق الناشئين وعايزينكم وهنختار لعيبه هتبقى في المنتخب. فكان بالنسبه لنا تحدي كبير جدا ان احنا ما نعرفش مين اللي بيلعب، لان احنا كان بالنسبه لنا الموضوع الناشئين لسه جديد. الرجال والسيدات احنا بقالنا فتره شغالين فيه، والرجال لعبوا كاس العالم هم والسيدات السنه اللي فاتت، بس الناشئين بالنسبه لنا كنا عايزين نعرف مين اللي بيلعب وفين بيلعبوا ومستواهم ايه. بدانا ان احنا عملنا زي تراي اوتس، زي اختبارات. الاختبارات دي عملناها في شهر ديسمبر اللي فات على اساس يبقى عندنا وقت لغايه نوفمبر نبدا نجهز في الولاد ونبدا نمرنهم علشان يبقوا جاهزين لكاس العالم اللي جاي. فبدانا ان احنا قلنا لهم عملنا اعلنا عن تراي اوتس او اختبارات، وعملناها في كذا حته، يعني عملنا في القاهره الجديده، وعملنا رحنا اسكندريه ورحنا حتت في القاهره، عملنا لهم زي يوم مفتوح نبدا نشوفهم، واتفقنا مع مدربين تقدر تقيم اللعيبه اللي موجوده من الانديه المختلفه من كل حته. الموضوع كان بالنسبه لنا كان اي حد يقدر يشارك. واي حد كان بيلعب في ايه؟ انت كنت بتلعب في اسكندريه. اسكندريه. كريم من اسكندريه. انت من اسكندريه بقى ان عند سموحه. اجدع ناس سموحه اجدع ناس. شكرا. بس هل دي فتره زمنيه كافيه؟ يعني عاده لما بيكون في اي بعثه من اي دوله مسافره في بطوله عالم او كاس عالم في اي رياضه من الرياضات، غالبا ما بيكون يعني قوام هذه البعثه طبعا في الروح والدم الجديد بتاع الشباب، لكن برضه بشويه عناصر عندهم شيء من الخبره. لكن انا فهمت من كلام حضرتك ان انتوا عملتوا يعني التجميعات اللي عملتوها عشان تنتقوا المميزين من اللعبه وتدربوهم عشان يشاركوا في كاس العالم. يعني دي اول طلعايه ليهم هتبقى كاس العالم. مش خضه حتى عليهم دي؟ هي خضه، بس احنا بنحاول ناهلهم من اول ما اخترناهم. احنا بنحاول ناهل ان يا جماعه الولاد دي هتشيل اسم مصر، الولاد دي هتمثل مصر. فاحنا بالنسبه لنا الموضوع يعني في شويه ضغط، بس احنا بنحاول نقلله شويه علشان هم ما يبقاش عندهم الرهبه دي. احنا بنحاول نجهزهم بدنيا، وبنحاول نجهزهم من ناحيه التكنيكاليتي والتدريب والحاجات دي، ان هم على الاقل يبقوا مطمنين. واحنا يعني ظروفنا ما اقدرش اقول لحضرتك ان احنا ظروفنا صعب. احنا عندنا ما شاء الله اولاد موهوبه جدا، وعندنا اولاد يعني بالنسبه حتى لوجدي لعب بطولات رجال، وفي اولاد كتيره تحت 18 عملوا نتائج. البطولات الدوليه اللي عملناها لهم في للرجال هم شاركوا فيها. فاحنا بنحاول على قد ما نقدر ان هم ياخدوا عدد كبير قوي من المشاركات ويدخلوا بطولات كتيره، واولاد مع ناس اكبر، علشان يبداوا حتى هم يحسوا ان هم لا انا متمكن من نفسي، لا انا ان شاء الله هعمل كويس، لا انا ان شاء الله هبقى جاهز. لان احنا زي ما قلت لحضرتك احنا بدانا في ديسمبر، فاحنا كنا بنسابق الزمن. طبعا وقت نلاقي ناس ونبدا نمرنهم ونبدا، لان هي للاسف الظروف كانت كده ما عندناش وقت. فاضطرينا ان احنا نشوف اكبر عدد نقدر عليه ونجهزهم على قد ما نقدر. وهم الحقيقه مشكورين، الاهالي طبعا مشكوره ان هي بتعمل مجهود جبار، اوقات بنمرنهم في اسكندريه واوقات بنمرنهم في القاهره، فبيبقى النظام شاق عليهم وحتى علينا، لان احنا بنحاول نوفر مدربين ونحاول نوفر الاماكن وبنحاول نساعدهم على قد ما نقدر ان هم يبقوا جاهزين. وانا اتوقع ان شاء الله ان احنا عندنا فرصه كبيره. يعني دي نقطه حلوه. بالنسبه لبقى وجدي، انت يعني كابتن شريف اتكلم عن الاستعدادات من وجهه نظر برضو مدرب، لكن انت بقى كمشارك كبطل رايح، انت جاهز ازاي؟ جاهزيتك نفسيا كمان ازاي؟ سيبك من الحته الفنيه. احنا الاتحاد بقاله 6 شهور موفر لنا تمارين فيتنس وبادل،
حتى كان كابتن شريف ساعات بيجي لنا في التمرين يقول لنا اتمرنوا فيتنس حتى لو لوحدكم بره في الايام اللي ما فيش تمارين فيها بتتمرنوا. يعني كان الاتحاد دايما مهتم بينا. يعني المره دي ان شاء الله احنا بقالنا كتير بنتمرن وان شاء الله نحقق نتائج كويسه ان شاء الله. جاهز يعني ان شاء الله. طب انت عموما يومك عامل ازاي؟ يعني انت في اي مرحله تعليميه؟ في سنه كام؟ وتدريباتك كام مره في الاسبوع وعدد ساعات التدريب؟ يعني لخص لنا كده يومك عامل ازاي. انا مع المدرسه وكده الدنيا بتبقى صعبه الصراحه. بس انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اتدرب كل يوم، لازم يكون عندي تدريب كل يوم. فين؟ في اسكندريه. اتدرب في اسكندريه في ملعب بدل في نادي سبورتنج. أوكي. وفي في نادي سموحه. وفي يعني اسكندريه خلاص ملت برضو بقى فيها ملعب كتير قوي زي القاهره. حلوين اصلا. احنا مشتركين في سموحه سبورتنج وما رحتهمش غير مرتين. اه والله الاثنين حلوين اصلا يعني. طيب انا عايز اسالكم بقى على التجهيزات الماديه، هل وجدي وبقيه الابطال اللي هم بيشاركوا اللعيبه هم اللي عليهم اللي هي الاكسبنسز السفر والحاجات دي، ولا الموضوع ليه علاقه برضو ان انتم بتوفروا لهم او الاتحاد؟ هو احنا عندنا اتحاد اصلا صح؟ اه احنا مظبوط. الاتحاد تاسس في مارس 2022. ما فيش بادجت لسه؟ طب لا لا في، يعني احنا بنحاول نخصص لهم خصوصا المدربين، لان احنا اللعبه جديده فمحتاجين حد يبقى متخصص من بره، فكان بيجي لهم مدربين من بره. يعني تكلفه؟ ما هي تكلفه طبعا. بس احنا بنحاول على قد ما نقدر، لانه احنا عايزين نطلع بصوره مشرفه وعايزين نعمل زي امباكت او تاثير قوي على يعني الوزاره على بتساعد ببادجت معينه للاتحاد، ولا الموضوع ليه علاقه بالاهالي بقى بتوع يعني حتى هذه اللحظه؟ احنا متكفلين يعني بيه التدريب عاده، احنا متكفلين بيه المدربين، الاماكن، كل حاجه متكفلين بيها. الاهالي لحد دلوقتي ما يعني بنحاول ان احنا نساعدهم في موضوع الاكسبنسز ده. يعني باراجواي احنا بنتكلم السفريه دي هتبقى على الاتحاد. على الاتحاد. الاتحاد. اوكي. طب ما دي حاجه كويسه يعني. احنا بنحاول يعني الحقيقه احنا شغالين بقوه في كله يعني الحقيقه. هل مطلوب من حضراتكم في الاتحاد، اقصد الاتحاد تحديدا، ان انتوا تكيفوا نفسكم في ضوء الميزانيه المتاحه، ولا في مساحه لو في اي فرصه لتنميه الموارد تقدروا تعملوها؟ بنحاول، احنا بنحاول ان احنا ننمي مواردنا، ونحاول ان احنا ندور على رعاة، وبنحاول يعني احنا شغالين في كل الطرق. وطبعا الوزاره في استجابه من الرعاة، يعني في استجابه، لان في صدى لمحاولاتكم ان شاء الله. ان شاء الله في استجابه، لان احنا الرياضه بتكبر بشكل مرعب. يعني انا متخيل ان اكيد في حد في 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 البيت في اي عيله مصريه هيجرب انه يلعب بادل، وهيحاول انه يلعب، واللعبه بتشده حتى لما بيلعبش بيجي يتفرج، لان احنا مثلا لقينا اقبال كبير جدا في بطوله كاس العالم اللي فاتت، التصفيات كاس العالم اللي فات كان قبول. هي يعني رياضه لطيفه، وحتى فيها متعه مشاهده يعني اللي بيتفرج عليها، فعلا لطيفه الرياضه. هي ظريفه، والميزه فيها ان هم بيبقوا يعني فرقه. يعني الحلو فيها ان هم ما بيبقاش يعني زي التنس بيبقى لوحده او السكواش بيبقى لوحده، بس البادل بيبقى عاده الماتشات الكبيره بيبقى هم اتنين كل واحد في فريق، فبتبقى اظرف طبعا. بص، بما ان احنا ذكرنا الاتحاد، تعالوا نروح معانا مداخله المهندس احمد الغتواري رئيس الاتحاد المتكلم المصري والعربي للبادل. صباح الخير على حضرتك طبعا في البدايه. صباح النور عليكم كلكم. اهلا بيك. ومعرفش حضرتك تابعتنا يا فندم من الاول ولا لا، بس كنا بنتكلم عن اللعبه دي وازاي دخلت 2017 بس لقيت رواج كبير جدا، وبتحقق دلوقتي يعني خطوات رائعه، وعندنا بطوله كبيره جدا في الباراجواي والاستعدادات وغيره. كنا بنسال كابتن شريف كمان تحديدا، اعتقد الشق ده يخص الاتحاد، يعني هل في امكانيات كمان وتوفير للشق المادي علشان الابطال بتوعنا يقدروا يروحوا وما يبقاش في اي عوائق هناك كمان بيواجهوها؟ خلينا برضو نطمن من حضرتك على النقطه دي. طبعا انا بشكركم على المداخله الجميله دي، ودايما سعيد معاكم على قناه الاهلي. والحته دي طبعا يعني زي ما حضرتك بتقولي، احنا بنحس ان احنا علينا دور من ناحيه الاتحاد ان احنا ننشئ منتخبات قوميه قويه تمثل مصر في المحافل الدوليه اللي احنا بنكون منتظرينها. يعني كاس العالم طبعا للناشئين في باراجواي ده يعتبر يمكن اكبر حدث موجود حاليا في الاتحاد الدولي، احنا بنجهزه بقى لنا فتره، وبنحاول دايما ان احنا تكون المنتخبات المصريه، المنتخبات بالذات دي تبقى من تحمل الاتحاد المصري. يعني بنحاول ان احنا ما نكلفش الاهالي اي حاجه. يمكن من ساعه ما بدانا التدريب الحمد لله وفرنا مدرب موجود معانا، مدير فني موجود معانا، ويعني جهاز فني كامل. النهارده بنخطط للسفريه ان شاء الله نطلعها في باراجواي في شهر 11، ولحد النهارده الحمد لله ربنا موفقنا ان احنا ما نطلبش اي دعم او اي حاجه من اولياء الامور، دعم مادي، بنحاول ان احنا نوفر لهم الحاجات دي كلها على حساب الاتحاد.
طيب بالنسبه جميل. كمان البطوله العربيه للبادل كنت عايز اسال حضرتك انا وكريم عنها ليه طبعا هتقام في دبي. تمام، اعلنا عن البطوله اول امبارح الحمد لله في مؤتمر صحفي كبير في دبي، ولاول مره بيكون عندنا 11 دوله عربيه مشاركه، وده رقم كبير جدا كاول بطوله عربيه موجوده. ويمكن احنا كمان الاتحاد العربي بدا اربع او خمس شهور فقط، فده يعتبر انجاز كبير ان احنا يكون عندنا الحمد لله 11 دوله عربيه مشاركه رسميا النهارده بمنتخباتها في اول نسخه من البطوله العربيه. جميل. طب احنا عموما بنستعد لايه تاني كمان من بطولات الفتره اللي جايه يا فندم، يعني سواء تنظيميا داخل مصر او تنافسيا خارج مصر؟ والله احنا النهارده طبعا مصر ليها دور كبير على المستوى الاقليمي في حته الرياضات عامه، ورياضه البادل الحمد لله احنا واخدين فيها شوط قوي بدايه السنه اللي فاتت الحمد لله. فبنحاول دلوقتي ننظم ان شاء الله اول بطوله افريقيه قريبا باذن الله. من عندنا السنه الجايه برضو بطوله، طبعا البطوله العربيه دي هيكون فيها نسخه ثانيه احنا بنسميها بطوله عربيه مفتوحه. عندنا بطوله عربيه ناشئين، عندنا السنه الجايه برضو كاس عالم للاساتذه اللي هو فوق 35، كاس عالم اللي هو المفتوح. فلا الفتره الجايه ان شاء الله عندنا، يمكن احنا كل سنه بيبقى عندنا خمس او ست ايفنتات دوليه بتشارك فيها المنتخبات المصريه. رائع جدا. قبل ما نختم برضو مع حضرتك، اكيد طبعا حضرتك تعرف يعني وجدي، فاكيد ومتابع اداء كمان ومستوى اللاعبين عندنا، فخلينا نعرف وجهه نظر حضرتك ورايك برضو في الابطال اللي عندنا حتى هذه اللحظه، واحنا بنتكلم يعني وجدي تحديدا 16 سنه يعني. لا طبعا هو وجدي، وبصراحه كل فريق الناشئين يعني، يمكن السنه دي بدانا في اول السنه، يمكن حضراتكم عارفين زي ما بنقول دايما ان هي لعبه وليده في مصر. كان يمكن اول السنه ما كانش عندنا اي نوع من الناشئين، ما كانش منتخب ناشئين خالص. الجهاز الفني اشتغل بصوره قويه ان احنا نعمل تجارب على مستوى مصر كلها، قدرنا ان احنا نجمع يمكن في الاول 120 او 150 ناشئ، النهارده اتصلوا بقوا يمكن 30 او 25. فكل المجموعه بصراحه بتاعت الناشئين شغالين بيها، شغالين بصوره قويه، هم دول مستقبل مصر. واحنا عارفين ان احنا لو احنا خدنا بالنا من الابطال دول الصغيرين النهارده وادينا لهم الرعايه الكافيه صحيح والتدريب الكافي، فهم دول ان شاء الله اللي هيكونوا مستقبل، وهم دول اللي بيحملوا بقى رايه مصر في المستقبل ان شاء الله في رياضه البادل. رائع جدا جدا، نشكرك وكل التوفيق ليك يا فندم. شكرا ليك جدا على المداخله دي، وعلى فكره الكلام اللي قاله ده يعني في النهايه طبعا الباشمهندس كبير، دي مسؤوليه كبيره، فانت ناوي ان شاء الله تكمل لغايه، انت عايز يعني توصل لفين في الرياضة دي كبطل، وفي نفس الوقت عندك طموح تاني مثلا تشتغل مهنة معينة يعني بجانبها ولا لا؟ يعني أنا دلوقتي أهم حاجة بالنسبة لي تركز غير في البادل يعني. بالظبط، يعني بحاول أروح كلية على قد ما أقدر في أحسن حتة يبقى جنبها، أنا أقدر أتدرب في أحسن مكان برضو. يعني عايز يكون عندي أحسن حاجة تقدر توصلني لأحسن حاجة أقدر أوصل لها. حلو جدا، حلو ده. أبرز اللعيبة اللي موجودين عندنا في مصر في عالم البادل، ولو جينا نقارنهم بين يعني نعمل مقارنه بينهم وبين لعيبه البادل من دول تانية، احنا فين عالميا في الرياضه دي؟ احنا ما اقدرش اقول بعيد، ان احنا ما اقدرش اقول قريب، ما اقدرش اقول قريب. يبقى احنا في النص. احنا في النص نقدر نستنتج ان احنا في النص. يعني لا بكل صراحه احنا عندنا، بصراحه احنا عندنا مستويات هايله، عندنا اولاد متميزه، وعندنا اولاد يقدروا، واحنا عندنا ثقه كاتحاد ان احنا الولاد دي تقدر توصل لحاجه كويسه جدا، وفرصتنا قريبه ان احنا ان شاء الله كاس العالم اللي جاي، احنا هدفنا كاتحاد ان احنا نبقى من جوه العشر فرق في كاس العالم اللي جاي ان شاء الله. وانا بشوف ان احنا نقدر، لانه الولاد عندنا ما شاء الله موهوبين جدا، بس احنا بنحاول ان نوصل لهم الطريق الاحتراف بيبقى ازاي، الاتجاه اللي هم المفروض يمشوا فيه ازاي، بنحاول نوفر لهم بطولات. يعني السنه دي في بطولات كتيره جدا دوليه، الاتحاد منظم بطولات كتيره جدا دوليه حتى في ظروف البلد. سمعنا كلمه كاس عالم يعني كذا مره في المكالمه دي. وعندنا ان شاء الله في شهر 10 اللي جاي بطوله كبيره جدا في النيو جيزه، بطوله دوليه يعتبر من اعلى البطولات اللي موجوده في الاتحاد الدولي، والجائزه بتاعتها انا سمعت ان هي رقم برضو محترم يعني رقم جدا. رقم كويس طبعا، وبيشارك فيها ابطال العالم كلهم. فيعني احنا بنحاول بكل الطرق ان احنا ازاي نقدر نوصل الولاد اللي عندنا لترتيب عالي، ويقدروا ان هم يبقوا محترفين، يقدروا ان هم يبقى ده شغلهم، ان انا لعيب بادل محترف. فاحنا بنحاول نوصل لهم الفكره دي، وبنحاول نوريهم الطريق ازاي، واحنا يعني كلنا ايمان ان شاء الله انه يقدروا.
يقدروا ان شاء الله. موفقين ان شاء الله. ووجدي بنتمنى لك كل النجاح اللي في الدنيا باذن الله. نورتونا يا فندم. نشكركم على وجودكم معانا. شكرا لكم جدا. انت راجع اسكندريه؟ انت بره كابتن شريف من اسكندريه؟ لا لا انا قريب. انت راجع دلوقتي على اسكندريه؟ هرجع اخر اليوم كده. طبعا اتغدى معانا هنا. ايوه نور جدي منور القاهره. نورنا والله. نورتنا يا وجدي. وشكرا ليك كابتن شريف وبالتوفيق ليكم. لان طبعا احنا مش هنقدر ان احنا نقول احنا عايزين نبقى في نفس المستوى لان انت لسه جديد. يعني الموضوع عندك من 2017 دول ثانيه عندها بلا سنوات طويله جدا. فيعني اكيد في فارق. لكن طالما في بوتنشال فاكيد ده هيفرق برده على السنوات اللي جايه. وفي طموح. في طموح كبير جدا. يعني الباشمهندس احمد غطواري بصراحه بيشتغل يعني طول الوقت. احنا شغالين طول الوقت ونفسنا ان شاء الله يبقى في انجازات توازي هذا الطموح. اتمنى لكم كل النجاحات اللي في الدنيا ان شاء الله. شكرا لوجودكم معانا. هنطلع فاصل سريع ونرجع نستقبل حضراتكم في تاني فقراتنا الحواريه. خليكم معانا. مباراه النهارده باذن الله الساعه 8 مش 7. بناكد لحضراتكم الساعه 8 مش 7. المواقع كلها كاتبه ان المباراه النهارده الساعه 7. يعني الساعه 8 باذن الله هيخوض الاهلي مباراه مهمه جدا امام سان جورج الاثيوبي. ده طبعا في رحله الدفاع عن لقب دوري ابطال افريقيا. هنتكلم عن كل التفاصيل وعن الاستعدادات. بس خليني اقول لحضراتكم برده سان جورج تاسس عام 1935 وهو مفروض من اقوى الفرق الاثيوبيه. هل ده هيبقى ليه اضافه؟ هل ده هيبقى فيه نوع من القلق امام النادي الاهلي؟ احنا ما بيفرقش معانا المنافس لنا او بندي كافه الاحترام لكل المنافسين. لكن في الاول وفي الاخر احنا بنبقى داخلين المباراه باستعداداتنا وبفنياتنا وغيره. فان شاء الله ما يكونش في اي يعني قلق في المباراه. وكمان يتم حسم المباراه من الدقائق الاولى لان ده بيفرق جدا مع جماهير النادي الاهلي. خلينا نتكلم في التفاصيل دي كلها. رحب بالاستاذ احمد غنيم طبعا الناقد الرياضي اللي منورنا. صباح الهنا. صباح الخير عليك يا نهاون. صباح الخير عليك. صباح الفل ومنور الدنيا كالعاده وبنسعد بوجودك معانا. وعايزين نبتدي كلامنا معاك بقى قبل ما نتكلم عن ماتش النهارده. خلي كلامنا يبقى انطلاقا من اللي شفناه في ماتش الاهلي والمصري والمكاسب اللي اتحققت يعني في رايك بعيدا كمان عن النتيجه الكبيره الرباعيه النظيفه. لكن انا بكلمك على المكاسب المعنويه اللي احنا كجمهور اكتسبناها بعد ما تابعنا هذه المباراه. بالتاكيد مكاسب كتيره جدا. الاهلي يعني استعاد سريعا توازنه بعد طبعا الخساره غير المتوقعه ضد الاتحاد الجزائر في كاس السوبر الافريقي. واعتقد هي كانت درس مهم الحقيقه وكان درس في توقيت مهم للعيبه والجميع حتى داخل منظومه كره القدم في النادي الاهلي. لكن مباراه المصري المباراه حقيقه رضا سليم شهاده ميلاده مش بس عشان يسجل الهدف لكن طريقه لعبه حقيقه مكسب كبير جدا. امام عاشور طبعا يعني قدم ايضا مستويات قويه. بيرسي تاو سجل هدفين بيواصل تألقه اللي كان موجود عليه في الموسم الماضي. الحقيقه النادي الاهلي كان مكاسب كبيره جدا ليه وان شاء الله يقدر يعني يكمل او يعني يواصل ده كمان في مباراه سان جورج اليوم في افتتاح مشواره في الدفاع عن لقب في دوري ابطال افريقيا. سان جورج كفريق يعني اكيد فروقات شاسعه وممكن اقول فروقات كونيه كمان يعني انجاز للتعبير بينه وبين النادي الاهلي في حاجات كتير جدا. ان سان جورج اقصى انجاز ليه في دوري ابطال افريقيا هو الوصول لدور المجموعات مره واحده فقط في تاريخه وكان نسخه عام 2017. اكتر من ذلك ما عملش اي انجاز اخر. ساعات المفاجآت لكش غير من فرق مشابهه بالظبط بعض الاحيان. واكيد لا نتمنى هذا الامر بالظبط. وبالتاكيد كما حدث في مباراه اتحاد الجزائر يعني الفروقات كبيره جدا بين طبعا. الاهلي واتحاد الجزائر. لكن للاسف الشديد يعني لم يكن التوفيق حليف الاهلي في مباراه اتحاد الجزائر. لكن اعتقد ان الدرس كان مهم جدا للاعيبه النادي الاهلي واعتقد انهم قادرين على حسم الامور وحسم التاهل نظريا وعمليا ان شاء الله من مباراه اليوم باذن الله الى دور المجموعات. طيب هل انا هتكلم دلوقتي فنيا بقى يعني طبعا في فوارق وكل حاجه بس انا عايز ادرس عايز افهم برضو المنافس بتاعي النهارده بغض النظر عن يعني امكانياته الفنيه اللي هي فيها فوارق كبيره. ايجابياته ايه سلبياته ايه برضو يا احمد؟ مين ابرز اللعيبه عنده؟ خلينا نعرف منك. بص سان جورج كفريق يعني فريق يعني على المستوى الافريقي طبعا كما ذكرت تاريخه ضعيف جدا. هو قوي في اثيوبيا تحديدا هو البطل التاريخي الدوري الاثيوبي بضعتين مره يمكن المركز الثاني حوالي فريق كبير حوالي اكثر من 16 او 17 لقب فريق كبير ده بينافس نفسه يعني بينافس نفسه يعني زي الاهلي هنا يعني حلوه يعني هو النقطه يا جماعه التاريخ يعني الاهلي 43 لقب المنافس حوالي 12 بس الحاجات دي بتتنظر يا ابو حميد الحاجات دي بتتنظر لا ده تاريخ والله كريم حتى في دوري ابطال افريقيا احنا بنتكلم بس الواحد الى اي درجه وهو داخل بطوله ما يقدر يعول على التاريخ ده؟ لا التاريخ طبعا يعني ما في يعني التاريخ اكيد مش كل حاجه في كره القدم لكن بالتاكيد الارث ده امر مهم جدا. يعني في بعض الفرق حاليا موجوده في
حتى في الدوري المصري عندها نجوم واسماء كبيره جدا، لكن الارث والظهير الجماهيري عندها بانه مش موجود حتى الان، مش عارفه تاخد اي بطوله في مسيرتها. وبالتالي موضوع الارث الجماهيري او الارث او الظهير الجماهيري ده امر مهم جدا. الاهلي طبعا جميل ما شاء الله، سواء على مستوى مصر او على مستوى الوطن العربي وافريقيا، فلا يعني الفروق كبيره جدا. فما اعتقدش ان شاء الله، واعتقد ان كما اعيد واكرر للمره الثالثه، درس اتحاد العاصمه يا كريم كان درس مهم جدا، فاعتقد لا تهاون الفروقات الكبيره جدا، لكن لا اعتقد لا تهاون على الاطلاق مع سان جورج في مباراه اليوم. انا بشوفها كده بصراحه، يعني عارف انت لما يجي حاجه كده انت ماشي في طريقك عادي وماشي بنجاح، بس ممكن يكون عندك معنويات زياده عن اللزوم، ممكن عندك ثقه في نفسك زياده عن اللزوم، فبتيجي حاجه تفوقك، فده بيخليك تكمل المشوار بنجاح. عن اللزوم دي اعتقد ان هوند هي اللي لعبت دور سلبي ضد الاتحاد الجزائري، يعني خلينا نبقى صراحه للاسف شفناها، لان مش دي اللعيبه بتاعتنا، ما كانتش الافضل يعني في افضل شكل ابدا، يعني كان ممكن يقدموا احسن بكتير. وبرده ان هوند نقطه سريعه اريد الاشاره اليها، يعني مش معقوله ان يعني مارسيل كولر بكل هذه النجاحات مع اول خساره، اول لقب يخسره مع النادي الاهلي، على طول هجوم وعلى طول بعض ما الناس. هجوم من مين؟ ما هي دي النقطه، انا لما باجي اسمع هجوم انا مين اللي بيهاجمني؟ الجماهير بتاعتي بتزعل لكن ما بتهاجمش، مين اللي بيهاجم؟ يعني وانا ادور على مين اللي بيقول، يعني في البعض دون ذكر اسماء، يعني على طول دائم الهجوم على مارسيل كولر وبيتهموه. لا دول بيهاجموا اي حد، على فكره انا عارفه قصدك على مين، بس دول بيهاجموا اي حد. ما هي القصه في كده، قصه ان انت دايما لما بتلاقي كيان ناجح انا عشان اوصل له مش عارف، فانا لازم اقعد اهده بطريقه الكلام ده. شفنا الاشاعات اللي بتحصل، اتكلمنا عنها كل موسم، كل بدايه موسم لازم يطلع بعض الاقاويل الحاجات اللي زي كده. في اشاعات كمان يعني طلعت، كانت في توقيت غريب، انا في توقيت صدور اشاعات المتعلقة بمستقبل مارسيل كولر انه وصل له عرضين من الهلال او من الشباب، اعتقد دي برضو التوقيت وقبل المباراة بصرف النظر الفرق الكبير بين الاهلي وسان جورج، لكن توقيتها وان مصدر صرح ومصدر قال يعني خد الحصري وكده يعني. فانا يعني اعتقد يعني ممكن يكون اكيد مارسيل كولر في وجهه نظر الاهلي بوابه نجاح اي مدرب. صحيح. اخرهم كان موسيماني، يعني موسيماني فتح له باب في الخليج مع اهلي جده الموسم الماضي، وحاليا الموسم ده مع الوحده الاماراتي بفضل ان نجاحاته مع الاهلي، فالاهلي بالتاكيد بيفتح باب كبير جدا للمدربين. ممكن يكون وصل عروض، بس بالفعل كان لا اعتقد ان مارسيل كولر يضحي بالاستقرار الفني والنفسي وامور كتيره جدا حتى لو كانت مغريات كبيره. لا احنا بننفي، مش بنقول لا اعتقد، ده نفي تام بالظبط يعني. فانا يعني صعب جدا هو يفكر التفكير ده، واعتقد ان هو ان شاء الله مستمر مع الاهلي الموسم ده باذن الله. يكونش ده التوجه عندنا احنا يعني بشكل عام، فكره ان احنا نتعامل مع اي شخص مسؤول بالقطعه، يعني في حال نجاحه في مباراه من المباريات بنشيله على كتافنا، اسم الله عليه اسم الله عليه. نفس الشخص لما بيخفق في اي مباراه من المباريات بنشكك في جدوى وجوده اصلا، ومين اللي جابه، بنبتدي ندور ومين اللي جاب الراجل ده هنا. فاحنا طبيعتنا غريبه ولا ايوه صح في مصر بالذات للاسف الشديد الحساب بالقطع، بدليل ان كل سنه يا كريم تغييرات المدربين يعني عدد غير مسبوقه في العالم، غير مسبوق كل موسم، يعني مفيش اي بروجكت ومفيش اي رؤيه. يعني انا اعتقد يعني بدليل مثلا ان مارسيل كولر لما حصل تعثرات بعض الشيء مع النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا في دور المجموعات، والخساره بخماسيه من سان داونز، والخساره قبل كده من الهلال السوداني، فضلت السبورت موجود من الاداره للفريق وللجهاز الفني، والحمد لله النتائج كانت واضحه في نهايه الموسم. يعني فانا اعتقد ان يعني دي للاسف افه موجوده عند البعض، مش طبعا مش عايز اعمم، لكن موجوده عند البعض تحديدا في الكره المصريه، نتمنى تلاقي فيها في المستقبل ونشوف الناس، لان الدنيا من حوالينا، مش هقول بقى اوروبا والدوريات الخمسه الكبرى، الدنيا من حوالينا في المنطقه العربيه تنطلق بسرعه الصاروخ. انا اتفق معاك. وبما ان احنا بنتكلم على المدربين، كان معانا خبر انا وكريم برضو في الانترو بنتكلم عن الرؤيه المختلفه في اوروبا حاليا والتوجه نحو الكفاءه حتى لو كان السن صغير. شفنا ده في برشلونه، شفنا ده في ارسنال دلوقتي مع المنتخب الالماني، ولسه الموضوع هيعمم بشكل كبير، وشفنا ده حتى في المغرب مع وليد الركراكي. يعني في امثله ونماذج زي دي كتيره جدا، فهل ده ممكن برضو يتم تصديره الى حد ما في المنطقه العربيه عندنا وفي مصر؟ اتمنى ذلك. يعني الحقيقه يعني تحديدا جوليان ناجلزمان، احنا بنتكلم مدرب عنده 36 سنه، مدرب عنده رؤيه، وظلم الحقيقه اقالته من بايرن ميونخ كان قرار خاطئ وكارثي، وده كلف حتى الاداره الناس اللي اقالوه، وبعد كده تم الاطاحه بيهم عقب نهايه الموسم الماضي. كما ذكرت وليد الرجراجي بعد التالق الكبير جدا مع الوداد وتحقيق لقب دوري الابطال، الاتحاد المغربي لكره القدم شاف ان وحيد خليلوزيتش ممكن يعني يكون نتائج كارثيه مع منتخب المغرب في كاس العالم، تم استعمال وليد الرجراجي، وشفنا نتائج تاريخيه في كاس العالم.
العالم، فنماذج كتيرة، مايكل أرتيتا، يعني أسماء كتيرة جدا. لا جوارديولا نفسه، يعني بيب جوارديولا نفسه واحد من أعظم المدربين في تاريخ كرة القدم. بدايته كان سنة 2008، كان في فريق رديف برشلونة، تم تصعيده وكان رهائن من يوهان كرويف، كان منافسة بينه وبين جوزيه مورينيو، لكن تم الاستقرار على جوارديولا. شفنا بعد كده واحد من أعظم المدربين في تاريخ كرة القدم، فنتمنى أن ده ينتقل للمنطقة العربية وطبعا خاصة مصر بإذن الله. هو عموما يعني الكفتين إنجاز التعبير كل كفة فيهم فيها مميزات، يعني فكرة وجود مدير فني شاب في عنفوان شباب وبالروح الشبابية وبكل تفاصيل ومفردات الشباب مطلوبة وحلوة، وفي نفس الوقت برضو وجود مدير فني عجوز ذئب نميس برضو مش وحش، لأن هو بيديك خلاصة تجاربه الحياتية والمهنية اللي اكتسب من خلالها شهرة واسعة عبر سنين طويلة. فأني الأفيد في حال المنتخبات تحديداً؟ المنتخبات اعتقد السن الكبير، يمكن المانيا تحديدا هتبقى تجربه فريده والكل هيبقى منتظره، خاصه ان كاس اوروبا يورو 2024 هتقام في المانيا، وعشان كده تم التغيير بشكل مبكر والقطاع بانز فليك بعد نتائج الكارثيه واخيرا طبعا الهزيمه التاريخيه ضد اليابان 1-4. انا اعتقد ان يعني في مع المنتخبات ممكن يبقى السن الكبير، لكن مع الانديه وطبعا ده رايي مبدئي، يعني منتظرين نشوف تجربه ناجلزمان هتبقى عامله ازاي، لكن مع الانديه انا بفضل سن الشباب. يعني منتخب مصر لينا برضو يعني مرجعيه في النقطه اللي بكلمك فيها، يعني فتره كان مثلا كابتن كابتن محمود الجور الله يرحمه بالظبط، يعني النجاحات كلها، وكل بالمناسبة كانت يعني النجاحات كلها كان مدربين وطنيين باستثناء مايكل سميث سنة 86 كاس افريقيا، الباقي كله كان نجاحات كلها مع مدربين وطنيين. فانا التوجه كله في العالم كله في كرة القدم، حتى شايفين في الدوري السعودي معظم الاسماء، يعني مدرب اهلي جدة مدرب صغير في السن حوالي 36 او 37 سنة، مدرب الماني، ففي برضه في بعض التوجه بعض الشيء نحو المدرسة اللي هو يبقى فيه السن الصغير يبقى فيه طموح وشباب وامور كتير جدا. فاعتقد ده التوجه فيه الانديه كالمنتخبات، انا بفضل السن الكبير، خاصه كمان المدرب الصغير في السن بيبقى حابب اكتر تجربه الانديه لانه بيلعب كل 3 4 ايام، لكن المنتخبات طبعا كل شهر كل شهرين ممكن توصل 6 اشهر ما بتلعبش. فهي ممكن اعتقد عشان كده بقول لك ان السن الكبير يكون المنتخبات بشكل اكبر، وده بيطبق على الناشئين برضو، يعني ناشئين برضو في الانديه المختلفه بياخدوا سن مش كبير، فبالتالي ده من باب اولى برضو يحقق على الفريق الاول او الفرقه الاولى. يعني تشابي الونسو دلوقتي مدرب باير ليفركوزن واللي بيقدم بدايه استثنائيه في الدوري الالماني وبينافس بايرن ميونخ حتى الان مع شتوتغارت وبروسيا دورتموند، الحقيقه برده بدا في بعد ما الاعتزال بدا في قطاعات الناشئين وفي سن صغيره. ستيفن جيرارد دلوقتي مع مدرب الاتفاق بدا برده في قطاع الناشئين بنادي ليفربول، فلا يعني هو كله التوجه ده، فنتعشى من ده كمان ينتقل. لان احنا يعني اكون صريح جدا معاك يا كريم ومعاك يا نهاوند، احنا بنقول على المدرب ان هو شاب وطموح وعنده 50 سنه، وده بالنسبه لي امر عليه. بنقول ان شاب جاي من الناشئين وهو عنده 22 سنه. احنا شايفين امبارح يمين لامال لاعب برشلونه الشاب عنده 16 سنه، وشايفينه بيساهم ازاي في ريمونتادا برشلونه بالامس، عنده 16 سنه واصبح اصغر لاعب في تاريخ منتخب اسبانيا بيشارك اساسي وعنده 16 سنه. فبنتكلم ان الدنيا بتتغير من حوالينا، فنتمنى احنا كمان يعني نواكب هذا التطور. يعني طيب تعالى نقف شويه بقى عند الصفقات الجديده في النادي الاهلي، واللي كلنا شفنا لهم اداء مرضي جدا جدا جدا، وكلمه مرضي ده حد ادنى للتقييم، وبصفه خاصه بكلمك عن طبعا امام عاشور وعن رضا سليم، وفكره ان في ناس كتير وهي بتتابع المباراه دي ماتش الاهلي والمصري ما حسيناش ولو للحظه ان الناس دول مستجدين على السكواد الاهلاوي، الناس دي كانها بتلعب مع بقيت زملائها بقالها فتره طويله، انت شخصيا حسيت ايه؟ انا اعتقد ذلك، واعتقد ده نتائج فتره او يعني من النتائج الجيده لفتره الاداء اللي تمت في النمسا، اعتقد ان المعسكر اللي اقيم في النمسا حصل انصهار بين الصفقات الجديده، وبرده ان اعتقد الاهلي كان ذكي جدا في الميركاتو اللي فات لانه طعم المراكز هو بس محتاجها، يعني أيوة. امام عاشور بدل حمدي فتحي، رضا سليم محتاج مركز جناح، وطبعا انتوني موديست، ويجب على الناس تصبر كده على انتوني موديست، يعني برده عشان نكون واقعيين، كان بيلعب في الدوري الالماني لكن هو كان طول فتره الاعداد ما كانش فريق، هو جاي فري. وبعدين الدوري الالماني قصه، والدوري المصري قصه، بيئه مختلفه تماما، في تغير في الانفايرمنت بشكل كبير. يمكن اللي خلى شويه ناس تتسرع في الحكم عليه فكره ان هم ايه من اولها شافوا رضا سليم وامام عاملين شغل نار، قال لك الله طب مودست بعافيه ليه بالمقارنه، لكن هو الحسبه ما بتبقاش كده. مش كده السبب يا كريم، لان دول شاركوا في فتره الاعداد من اولها. انتوني مودست جه قبل مباراه اتحاد العاصمه اعتقد ب 72 ساعه تم التعاقد معاه بشكل رسمي، ونصبر عليه، ويعني يعني ما يبقاش فيه التوقعات تبقى بالراحه شويه، لانه المهاجم جاي من بيئه مختلفه تماما، وباين على فكره الثقه اللي عنده باين
يعني باين يعني ولو من بعيد بس باين ان ده لعيب مميز لما ينصهر مع الـ مع الـ السكواد بالكامل. لا هنشوف منه حاجات حلوه اكيد. بص يا كريم، كل ان هو كان بيلعب في الدوري الالماني الفتره اللي فاتت مع انديه وسط، يمكن بروسيا دورتموند هو كان جاي بديل لايرلينج هالاند طبعا، لكن كونه بيلعب في البوندز ليجا واحده من اقوى يعني احد اقوى المسابقات على مستوى العالم، فده اكيد اكيد مهاجم عنده بوتنشال وعنده حاجه وعنده 35 سنه. وبرده يعني المقارنات تقول لك هل دي صفقه عالميه او مش عالميه، عشان نكون واقعيين وصراحه مع الساده المشاهدين، الصفقه العالميه الصفقات اللي بتتم في المملكه العربيه السعوديه دي باموال باهظه، مفيش نادي في افريقيا كلها يقدر يتحمل الاموال دي، فهو صفقه في وجهه نظري صفقه جيده جدا بالنظر للسي في بتاعه، والاهلي هيستفيد منه ان شاء الله اعتقد بصوره اكبر كمان في كاس العالم الانديه، ان الاهلي هيكون مقبل على مباراه منتظره طبعًا. ومتوقعه حال طبعا تاهل الاتحاد جده ضد اوكلاند سيتي، متوقع انه يلعب الاتحاد جده، فاعتقد ان شاء الله مودست سنشاهده بصوره اكبر، والانصهار هيتم بصوره اكبر مع تولي مباراه الحته الاوروبي اللي عنده هتعمل شغل وقتها اعتقد ان شاء الله. اقول لكم على حاجه يعني معلش، ما بما ان احنا ذكرنا الدوري السعودي، ما هو رونالدو اول ما راح حقق حاجه اول 3 4 ماتشات، يعني انا ماليش دعوه ان انا بقارن رونالدو بمودست، بس احنا بنقارن الفكره لاعب جاي من بيئه تانية خالص، حاجه جديده، لعيبه جديده، كل حاجه جديده، جماهير لسه جديده، فطبيعي ان هو لازم ياخد اول 4 5 ماتشات، فده رونالدو يعني واحد من اعظم طبيعي يعني. انت يا هوند ذكرتي نموذج كريستيانو رونالدو، اللي فعلا رونالدو اول 4 5 ماتشات ما كانش بيسجل، ما كانش موجود تقريبا، ما كانش موجود يعني. فعلا خالص لغايه لما بدا الانصهار والاندماج في المجتمع، هو حتى دلوقتي شفناه يعني مؤخرا، لا هو دلوقتي بقى سعودي بقى يعني سعودي شفناه يعني بالبشت البشت السعودي هو ونيمار ونيمار برده من امبارح شفناه يعني شفنا خلاص طبعا عشان محتفلين بالبشت، عجبني شكلهم قوي بالظبط. فده بالمناسبه ان هوند ده من ضمن الاسباب الدعايه للرؤيه السعوديه 2030 ضمن المشاهد دي ده موجوده في العقد، مين كان يصدق والله بجد ده بالظبط، فدي طبعا ده ماركتنج وقصه كبيره جدا. نتمنى احنا اكيد بحلم ان احنا نشوف نجوم عالميين في الدوري المصري، لكن عشان نكون واقعيين انا شايف ان مودست صفقه جيده جدا وصفقه كانت غير متوقعه، الاهلي يجيب مهاجم الدوري الالماني كان فري وما كانش متعاقد مع النادي، لكن يجيب مهاجم الدوري الالماني انا شايفها اضافه ان شاء الله للكره المصريه باذن الله، ونصبر عليه لانه اللاعب ده ما خدش فتره اعداد، كان بيتدرب كده يعني صحيح. يعني طيب. مع نفسه يعني خلينا بقى نرجع مره ثانيه لضربه البدايه الافريقيه النهارده ان شاء الله للنادي الاهلي مع المنافس الاثيوبي، وكنا بنتكلم في مقدمه حلقتنا النهارده بنتكلم على فكره كره القدم في اثيوبيا وواصله لفين وحاجات زي كده، رؤيتك وتوقعاتك لماتش النهارده في ضوء اللي انت عارفه عن النادي الاهلي بالسكواد الحالي وفي ضوء اللي انت عارفه عن الفريق المنافس بوضعه الراهن. بص يعني طبعا احنا ليا ذكريات يعني غير جيده مع الكره الاثيوبيه السنه اللي فاتت لما اتغلبنا 2-0 في نتيجه كانت يعني منتخب مصر يعني كانت غير متوقعه على الاطلاق ايا كان السكواد اللي كان بيلعب طبعا. يعني ما حدث كان غير مقبول على الاطلاق، احنا يعني ايا كان السكواد ما حدث غير مقبول، ولكن الفروق كبيره جدا يا كريم. انا اعتقد الاهلي هينزل بشراسه من اول دقيقه، هيحاول يسجل هدف او هدفين في اول نص ساعه عشان يجهد يعني خالص على الفريق الاثيوبي، عنده اي طموح انه ممكن يمد المباراه انه لا يستقبل مع الجزء اللي انت كنت بتقوليه في اول الحلقه فكره ان احنا ما نستناش للشوط الثاني، لا طبعا هيبقى خطر جدا الاهلي لو لا قدر الله ما سجلش في الشوط الاول هيبقى خطر جدا، ورغم هيصعب المباراه على نفسه، وانا ان شاء الله باذن الاهلي في اول نص ساعه يسجل هدف هدفين ثلاثه يعني ليه لا، يعني احنا شفنا امبارح بايرن ميونخ بيكسب 7-0 وهاري كين بيسجل هاتريك، حاسس ان الفريق قدامه خلاص قدر يلتهمه فبيجهز عليه وبيزود حصيله الاداء، فليه لا الاهلي ما يسجلش 7 و8 و9 امام الفريق التاريخ يعني بالظبط، لان الفرق كبير جدا يا كريم، الفرق شاسع جدا يعني يعني ان شاء الله باذن الله الاهلي قادر ان شاء الله انه يحقق كمان سكور، ليه لا يعني مش بس 2-3-0 لا يبقى في سكور كمان باذن الله اتمنى ذلك، لكن في نفس الوقت حذاري من اي تهاون واعتقد ان الدرس عيد من المره الخامسه، الدرس كان درس قطر كان مهم وكان درس قاسي جدا. هل انا ممكن اقول ان التحديات على النادي الاهلي افريقيا ممكن تكون اسهل من الدوري محليا، ولا انت شايف ان كل المسابقات او البطولات ممكن تكون في نفس الخطوره او الصعوبه؟ لان في بعض الناس قالت لك انا اشوف ان الموسم ده من الدوري المصري هيكون في تنافسيه وقوه اكتر الى حد ما او تحديات اكبر. عشان اكون واضح وصريح جدا معاك يا هوند، لا يعني انا لا بصراحه ما تتفقش يعني مع ده، لا مش شايف ان بصي الناس كلها بتتكلم بصراحه جدا ان بيراميدز طبعا نظرا لظروف الزمالك ومشاكله، لكن الناس كتير بتتكلم عن بيراميدز تحديدا هو يكون منافس، بيراميدز ما دام مش عنده ظهير جماهيري هيواجه مشكله، في عنده مشكله ما عندوش ظهير جماهيري، ما عندوش احنا عارفين ما عندوش، فهو اعتقد دي هتفضل مشكله ملازماه فيما يخص حلم تحقيق بطوله. المقاولون العرب كان استثناء في الثمانينات للقاعده، لكن القاعده ان اي نادي بيحقق بطولات لازم يكون عنده ظهير جماهيري ودي بيفتقدها بيراميدز، فانا اتوقع عندك جزء كبير من الانديه الشعبيه اللي ليها جماهير بالالاف
يعني ما يعلم بحاله ولا حرج. حدث ولا حرج يعني باستثناء النادي الاهلي فقط، كل الانديه الشعبيه في الدوري المصري بلا استثناء باستثناء الاهلي واللي بيصارع على الهبوط واللي هبط فعلا واللي هبط حتى الانديه. شفت الاسماعيلي ضد ماتش الاسماعيلي ضد الزد، يعني مش ممكن. هل ده النادي الاسماعيلي؟ الاسماعيلي اخشى ما اخشى ان يواجه مصير النادي الاهلي السعودي حينما هبط في يعني ظرف تاريخي في الموسم قبل الماضي. برازيل مصر يا يعني الوضع بالشكل ده، لان الاسماعيلي كمان ممنوع من القيد زيه زي حال الزمالك، فنتعشى من ده. لكن الاهلي انا اعتقد التحدي الاكبر يا نهاوندا يكون الاهلي في عنده بطولتين في افريقيا، الدوري الافريقي ان شاء الله اللي هيبدا خلاص في شهر اكتوبر، ودوري ابطال افريقيا عنده تحديين مهمين جدا، وعنده التحدي التالت كاس عالم الانديه. ولهذا السبب تم التعاقد مع رضا سليم وبدرجه اعلى مع انتوني موديست، لانه محتاج اسماء ثقيله تقوي السكواد، خاصه كمان انه هيبقى رزنامه المباريات مضغوطه بشكل كبير جدا. ونتمنى الدوري يخلص في يوليو، لان كنت اشك في ده يعني، لكن اتمنى ان الدوري يخلص في يوليو ان شاء الله. لكن رزنامه المباريات مضغوطه بشكل كبير جدا، والاهلي انا اعتقد على المستوى الافريقي هيبقى عنده تحديات اكبر، خاصه على صعيد بطوله الدوري الافريقي اول نسخه ليها. والاكيد بالتاكيد الاهلي يريد ان يكون يسجل اسمه باحرف من ذهب في التاريخ، يكون اول فريق يحقق لقب هذه البطوله. وهو ده ممكن يخلي الاهتمام يبقى اكبر بافريقيا، وبالتالي يحقق اللي اتقال في بعض المواقع ان الدوري ممكن يكون هو اللي عليه اكتر قلق الى حد ما للفوز بيه برضو تحقيق البطوله فيه. انا اعتقد ان الاهلي بالتدعيمات اللي تمت في المراكز اللي كان بيحتاجها، واعتقد ان كولر مثل ما فعل الموسم الماضي سيكون بعمليه الروتيشن، الاهلي قادر باذن الله انه يعني مع الروتيشن انه يفصل بين كل البطولات دي. مفيش فريق بيحقق كل بطوله، ممكن بطوله تقع في النص برضه عشان اكون واضح وصريح مع السنه. خلاص وقعت بقى بطوله مش عايزين يعني تاني. ان شاء الله مفيش تاني باذن الله، ولكن لو حصل برضه الجمهور يكون يعني هادي جدا، على ان الفن الفريق ده واللعيبه دي فرحوا الجماهير بشكل كبير جدا في الموسم الماضي. فنتعشى ان شاء الله في نفس الوقت ما يبقاش في ضغوط كبيره، خاصه في بطوله كاس العالم للانديه. كاس العالم للانديه هيبقى الوضع مختلف جدا، عندنا اول مباراه متوقع تكون ضد الاتحاد الا لو اوكلاند سيد عامل معجزه، وده اعتقد صعب جدا ضد الاتحاد في ارضه وسط جماهيره، المباراه هتكون صعبه جدا. ايا كانت النتيجه احنا بنلعب فريق بالمناسبه مش الاتحاد بتاع زمان، لا ده الاتحاد مطعم باسماء عالميه، كريم بنزيما، نجولو كانتي، فابينيو، جوتا، اسماء ثقيله جدا، رومارينيو من الفريق اللي هو كان السابق، معرفش احمد حجازي، صعب جدا انه يلحق اعتقد بعد. قال لك دي اصعب مباراه اصلا قبل ما مان سيتي، يعني هي ده ومان سيتي اصعب مباراه. انا اعتقد لسه نشوف بقى من بطل كوبا ليبرتادوس بطل امريكا الجنوبيه مين هيكون، لسه لم يحسم. لكن يعني في مقروءه يعني بس هو يعني الامر الجاي لو ربنا قدر ان شاء الله والاهلي تجاوز امامه فرصه ان ممكن يتجاوز بطل امريكا الجنوبيه لو تجاوز اتحاد جده، لانه يوصل النهائي لاول مره في تاريخه ان شاء الله النهائي. كسب اكل باب السماء، ومفيش حاجه احلى من كده نختم بيها الدعوه الحلوه دي. نورت الدنيا كلها يا احمد، بنشكرك على وجودك معانا. نورتنا يا احمد، وبنشكر حضراتكم كمان على متابعتنا، نشوفكم بكره ان شاء الله.